السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من الهيباتولوجي ريفيجن. المرة اللي فاتت اخدنا ليفر انفستيجيشنز شرحناها، وبعد كده عملنا الاكيوت وكرونيك هيباتايتس. لاي حد بيسمع الفيديو ده ومش هيسمع الاكيوت هيباتايتس والكرونيك هيباتايتس لانها مش داخله في امتحان الاند، انصحك جدا تسمع اول 16 او 17 دقيقه من الفيديو اللي فات اللي فيهم الليفر انفستيجيشنز، عشان دول اهم حاجه اصلا في الهيباتولوجي، ولو انت فهمتهم هتقدر تحل اي سؤال. فارجع بس اسمع اول 17 دقيقه حتى لو على سبيد 2 او حاجه، راجع كده بس الليفر انفستيجيشنز سريعا، وبعد كده تعالى كمل معانا هنا. المره اللي فاتت بعد ما قلنا ان الليفر باي ديزيز بنقسمه ازاي، ان احنا نعرف الاورجان الاورجان ذات از ديزيزد، بعد كده نعرف الباثولوجي يعني الاورجان ديزيز ليفر باثولوجي مثلا يا اما هيباتايتس يا اما سيروزس، بعدين نعرف الايتيولوجي، وعلى حسب الديزيز اللي عندنا ايه نشوف لو عنده كومبليكيشنز، ولو فيه يبقى ندور عليها. احنا خلاص خدنا ان الليفر ايتيولوجي وخدنا هيباتايتس كرونيك واكيوت، هندخل المره دي في السيروزس وهنتكلم عليها باستفاضه ان شاء الله من كل الكومبليكيشنز بتاعتها. اوكي، السيروزس الاول عايزه اشرح حاجه بسيطه كده عنه، ثانيه واحده. تمام، اوكي. ان ايه هي السيروزس اساسا؟ بيتقال عليه حاجه اسمها بيتقال عليه فور يعني بتشرح باربع كلمات: بروجريسيف، ديفيوز، ريفرسيبل اند كرونيك. لان وانس ات هابند ات كانوت يو كانوت ريفرس ات، و it affects the whole liver، مش هتلاقي حته سيروز وحته لا. عباره عن ايه؟ تخيل كده معايا ان البيت فجاه كنا كلنا في بيت كبير وكلنا سيبنا البيت ومشينا. لو احنا رجعنا للبيت كل واحد هيرجع لاوضته عادي، انا هرجع لاوضتي وانت هترجع لاوضتك ومامتك وباباك هيرجعوا لاوضتهم. لكن تخيل ان نفس البيت انت سيبته وحد جه هد كل الحيطان، فما هترجع مش هتلاقي مفيش ملامح لاوضتك كانت فين ولا اوضه اهلك كانت فين، كل واحد هيقعد في اي حته، مفيش باوندريز. ده بالظبط اللي بيحصل في السيروزس، ان الليفر دامج اللي حصل بوظ الانترلوبولر اركيتكتشر. بمعنى ان الليفر اهو قدامنا خلاص في لوبيول، تمام، ودي لوبيول جنبها ودي لوبيول جنبها وهكذا. تمام، معلش رسمي وحش. المهم لو كل ده باظ، فالليفر سيلز لما هتعمل ريجينريشن، لان الليفر سيلز ار ليبايل سيلز، فبتقدر اول ما يحصل انجري تعمل ريجينريشن ومايتوزيس تاني. خلاص هترجع بس مش هترجع بنفس الرصه بتاعتها اللي هي بتاعه الايه، ثانيه واحده. اوكي، اللي هي دي الرصه كده 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 كده، تمام، هي بتترص بالشكل ده. فوانس انها رجعت ما لقيتش الحدود اللي انا بشاور لك عليها دي، خلاص هترجع تعمل اي حاجه في اي حته. تاني حاجه ان وانس انه حصل نكروز الشديد، احنا عارفين ان الوضع الطبيعي لاي حاجه ان يحصل ابوبتوزس بسبب انجري، الانجري ده لو كمل الابوبتوزس ان السيل خلاص يعني الريفرسيبل سيل انجري يتحول لايرريفرسيبل سيل انجري اللي هي النكروزس. فونس ان ده حصل والهيباتوسايتس اهي عماله تكبر في المكان بتاعها اللي مش مخصص لها ومش بالترتيب اللي المفروض كانت تترتبه. بيحصل كمان ريليز لسايتوكاينز من الكيوبفر سيلز، تمام، اللي هي ايه؟ اللي هي الماكروفاجز بتاعه الليفر، بتعمل اكتيفيشن لمين؟ للايتو سيلز او الستيليت سيلز. الستيليت سيلز دي هي اللي بتعمل ريليز للكولاجين وهي اللي بتعمل فايبروزس. فايه هو السيروزس؟ Cirrhosis is a chronic, diffuse, progressive, irreversible fibrosis and degenerative nodules in the liver that destroys the lobular architecture. يعني ايه lobular architecture؟ احنا قلنا ان احنا لو فتحنا الليفر هنبص نلاقيه مرصوص بالشكل ده. دلوقتي انت لو بصيت على السيلز وتلاقي هنا سيلز 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 سيلز، وهنا في central vein وسيلز سيلز سيلز سيلز، وهنا مثلا في bile canaliculi وهنا في sinusoids ومرصوصين بالشكل ده. يعني ايه لوبيولر اركيتكتشر باظت؟ يعني كل ده راح والسيلز في الليفر بدل ما هي كانت مرصوصه كده هتلاقيها بقى مرصوصه نوديولز 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 نوديولز. خلاص يبقى بس فهمنا ان فكره الباوندريز وان الباوندريز هنا راحت، وفكره ال ريجينريشن نوديولز بقت بتريجينريت في اي حته، وان في كيوفر سيلز عملت لي سيتوكاين سايت استليت سيلز هي اللي عملت ايه فايبروزس. خلينا نبقى عارفين برضو ان السيناسويدز
عبارة عن كده endothelial cells تمام ونيوكليوي. مفيش هنا في الحتة دي اللي هي الحتة اللي تحتها هنا كده basement membrane، فما stellate cells proliferate وتعمل release لكولاجين. الكولاجين ده بيعمل حاجة اسمها capillarization of sinusoids، يعني السينوسويدز اللي كانت فينستريتد معمولة من endothelium cell اهي واندوثيليوم cell واندوثيليوم cell وما بينهم بورز علشان الدم اللي معدي يعدي هنا كده ما بقاش قادر يعدي ولا قادر يعمل اي حاجة بسبب ايه؟ ان بقى فيه فايبروزس هنا، ما كانش فيه فايبروزس في الاول. فده اول سبب. يعني ايه بس السيروسس ده بيعمل بيأدي البورتال هايبرتنشن اللي احنا هنتكلم عنها بعد شوية، اللي بتحصل بسبب حاجتين، ان بقى فيه capillarization of sinusoids، اوس كمان ان احنا قفلنا على السينوسويدز وخنقناها فبقى في increased resistance to blood flow. واي حاجة بتزود resistance to blood flow بتعمل ايه يا شباب؟ اكيد بتعمل يعني increased peripheral vascular resistance، يبقى في systemic hypertension. فنفس الفكرة تمام. تاني حاجة بتحصل ان بيحصل increase للrelease of اي vasoconstriction جوه الليفر بالذات، زي الانجيوتنسين 2 والثرومبوكسان اي 2 وايه تاني وال ثانيه واحده اوكي الاندوثيلين والنور ابينفرين والفاسوبريسن، كل دول بيعملوا فازو كونستريكشن. على الصعيد الاخر ان النيتريك اوكسايد والاستروجين بيزيدوا في البريفري، فبالتالي بيعملوا سبلانكنج فازو دايلاتيشن. دلوقتي انت عندك الليفر ضيق والبلود فيسلز بتاعته ضيقه بسبب الكابيلاريزيشن اوف سينوسويدز، فالدم ماشي فيه بالراحه. كمان it's vasoconstricted بسبب vasoconstrictors كتير. في نفس الوقت عندك الدم اللي جاي من الجي اي تي بسبب vasodilatation اللي حاصل بسبب increased nitric oxide واستروجين، كل ده عامل vasodilatation. فانت عندك increased blood flow رايح للليفر وincreased resistance، فالبلود مش ماشي كتير فعمال يتجمع في splanchnic area. دي كل فكرة portal hypertension. اوكي احنا كده شرحنا يعني ايه سيروزز، وشرحنا سريعا كده يعني ايه بورتال هايبرتنشن وجاي منين. هنرجع بقى تاني نشرح تمام ايه اسباب السيروزز. ثانية واحدة بس. تمام اوكي. الكوزز بتاعتنا عندنا فايرال، لازم تكون كرونيك هيباتايتس، ما يكونش هيباتايتس A و E. وعندنا الكوليك كمان خلاص. عندنا كمان اوتو اميون، والاوتو اميون هنا يعني الاوتو اميون هيباتايتس او البرايمري فيريوس سيروزز او برايمري سكلروزين كولنجايتس. دول اسباب السببين دول بيعملوا كوليستاتيك ليفر ديزيز، يعني بيكون بريزنتنج بجوندس الاول وبعد كده نوصل لسيروزز. بعد كده عندنا الميتابوليك كوزز، الناش يعني نون الكوهوليك ستياتو هيباتايتس، يعني فاتي ليفر، يعني الناس الاوبيس اللي بياكلوا دهون كتير. الفات بما ان الليفر is one of the most important organs that is responsible for fat metabolism، once ان الفات زاد عندك بيتاكيوميليت في الليفر. عندنا ويلسونز الديزيز اللي فيه كوبر كتير، يعني البني ادم ده عنده جينيتك ميوتيشن بيخلي الكوبر مش ريليزد، لا عارف يدخل الكوبر للدم، الليفر بياخد الكوبر ما بيعرفش لا ينزله في الدم ولا ينزله في البايل، فالكوبر بيتجمع فين؟ في الليفر تمام. بما انه متجمع في الليفر اي حاجه بتتجمع في الليفر بتصب بتطفح على الدم من الاخر، لكن مش بتنزل بالطريق القانوني بتاعها في الدم. بمعنى ان الكوبر كان المفروض يبقى ماسك في البايندينج بروتين بتاعه اللي هو السيريروبلازمين، الليفر كان بيعمل الحركه دي، بما ان الليفر مش قادر يعمل كده فالكوبر بيتجمع في الليفر وبعد كده بيطفح في الدم. بعد كده عندنا الفا 1 انتي تريبسين، دي انا ما عنديش فكره عنها زياده، بس الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي بيعمل سيروزس وهيموكروماتوزس. ده برضو ديزيز عباره عن ايرون اكيوميليشن ان ذا ليفر تمام، يعني ويلسونز كوبر اكيوميليشن ان ذا ليفر، هيموكروماتوزس از ايرون اكيوميليشن ان ذا ليفر. برضو جينيتك ميوتيشن بتخلي increased iron absorption من الجوت او الانتستين، المفروض ان احنا بنabsorb only 1 milligram of iron كل يوم،
لا ده هيأبزورب بقى بالكيلو، فاللي بالكيلو ده هيروح فين؟ هيروح في الليفر، لان الجسم ما بيقدرش يتخلص من الايرون زي ما بيتخلص مثلا من الامينو اسيدز او جلوكوز، يعني اللي هو لو زاد هنرميه على الكدني او لو زاد هنرجعه، لا هو بيفضل في الجسم. بعدين عندنا كاردياك. كاردياك يعني ايه؟ حاصل كونجيشن، يعني مثلا عندك اي في سي اوبستراكشن، المهم الدم مش عارف هو الدم اللي طالع من الليفر رايح على الانفيريور فينا كافا، بعد كده رايح على القلب، مش عارف يروح لا للانفيريور فينا كافا ولا رايح على القلب بسبب انفيريور فينا كافا اوبستراكشن، او بسبب مثلا كونستريكتيف بيريكاردايتس، رايت سايدد هارت فيلير. عندنا دراجز بقى، دراجز اللي هي الهيباتوكسيك بقى، وعندنا كريبتوجينيك. كريبتوجينيك يعني ايه؟ يعني واحد عنده سيروزس، انت قفشته وهو عنده سيروزس، عملت له بايوبسي لقيته سيروزس، طب ما انت ايه اللي يعرفك هو عنده ايه؟ عملت له فايرال ماركرز، مفيش فايرال ماركرز، اصل بقاله مثلا 20 سنه عنده فيروس بي، خلاص الفيروس بي مات، يعني راح في داهيه وبوظ الليفر ومات، فمش هتلاقيه، مش هتلاقي له اي اثر. اوتو ايميون خلاص، برضو الاوتو ايميون انتي بوديز ربنا يرحمها، فعشان ده كريبتوجينيك، انت عملت له بايوبسي وما لقيتلوش سبب لان انت ما لحقتوش في الفتره اللي ممكن تلاقي له فيها سبب. طيب السيروسيس بقى كلينيكال بيكتشر بتاعته عامله ازاي؟ على حسب ايه؟ على حسب الاول بتبقى كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز. معلش هي طارت مننا. تمام اوكي، وكلينيكال بيكتشر اوف ذا ليفر وكلينيكال بيكتشر اوف ذا كومبليكيشنز. الكوز يعني على حسب بقى ايه الكوزز اللي عندنا فوق. الكوزز اللي عندنا كانت فايرال، تمام، لو كان عنده فيرال هيباتيتس يبقى هيبقى عنده هيستوري اوف فيرال هيباتيتس، لو الكوهوليك هيبقى عنده برضو ان هو عنده الكوهوليك انتيك، او والالكوهول بيعمل بقى حاجات تانية احنا مش واخدينها. الاوتو ايميون ممكن تلاقيه اللي هي الاوتو ايميون هيباتيتس، ممكن تلاقيه معاها ارثرالجيا وما اذر اوتو ايميون ديزيزز. البرايم بيلير سيروزز، برايم سكليروزين كولنجانتس بالذات ممكن تلاقيه معاها البيشنت ده عنده ulcerative colitis، عنده بقى ال other manifestations of عنده other autoimmune diseases هو وال PBC. الهيموكروماتوزز، الايرون بيبقى deposited كمان في البانكرياس فبيعمل diabetes، بيبقى deposited كمان في السكين فبيعمل hyperpigmentation، بيبقى deposited في الهارت فبيعمل cardiomyopathy. الكوبر هنا بيبقى deposited فين؟ deposited غير الليفر، يعني بيبقى deposited في الكيدنيز فبيعمل renal tubular damage، بيبقى ديبوزيتد في البيزال جانجليا فيعمل اكسترا بيراميدال مانيفيستاشنز، يعني جاي لك كمان بنيورولوجيكال سيمتومز. بيكون ديبوزيتد في العين، تمام، بيعمل حاجه اسمها خليني اكتبها لكم برده عشان لو حد عايز يدور عليها، كايسر فلاشر رينجز، تمام، بدوروا على صوره ليها. يعني فدي كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز. كلينيكال بيكتشر اوف ذا ليفر يعني ايه؟ يعني الليفر ذات نفسه يا شباب لو انا عملت له الترا ساوند، او اقصد لو انا كشفت عليه، لو انا كشفت عليه وعملت له بالبيشن هلاقيه مثلا اللي هي بقى فيرم شارب بوردر نودولار سيرفيس مثلا وهكذا. كلينيكال بيكتشر اوف ذا كومبليكيشنز بقى، مش اي سيروزز يبقى عنده حاجه، ممكن بدل يكون سيروتيك سيروتيك واسيمتوماتيك، يعني ولا باين عليه اي حاجه خالص، وتكتشفه مثلا 10 years later بعد ما يحصل له complications. ف clinical picture بتاعت السيروزز depends on child score، ده معناها يعني liver compensated ولا decompensated. يعني ايه child score؟ احنا قلنا في liver investigations اللي انا قلت لكم انها مهمة وبليز ارجعوا لها عشان تبقوا حتى قادرين تفهموا اللي جاي، ان من الحاجات اللي بتانديكيت الليفر فانكشنز عامله ازاي والليفر كويسه ولا زعلانه كانت الالبومين. احنا قلنا الالبومين الهاف لايف الهاف لايف بتاعته 21 دايز خلاص، فلما بيتاثر ويقل في كرونيك ليفر ديزيز معناها ان الليفر ده رايح في داهيه. وقلنا برضو ان البليروبين في الهيباتايتس عادي، ان في ما بيحصل هيباتايتس بيحصل ايه؟ الليفر سيلز بتبقى سوولن وبتضخم فبتقفل الايه بايل كاناليكولاي، فالطبيعي انه يحصل جوندس. لكن واحد عنده كرونيك هيباتايتس، الكرونيك هيباتايتس الهيباتوسايت مش تخنانه ولا حاجه، فمش طبيعي انك تلاقي عنده كوليستيزيس اساسا ولا تلاقي عنده جوندس. فونس ان واحد عنده سيروزس قلبت معاه بجوندس، تعرف ان الليفر دي مش قادرة خلاص انيمور انها تكسكريت البايل، سكريت البايل، هي مش قادرة اصلا تعمل كونجوجيشن للبايل، تمام. البروثرومبين برضو احنا قلنا ان البروثرومبين الهاف لايف بتاعته قصيرة جدا، وكانت من البروجنوستيك فاكتورز الكويسة في الاكيوت وفي الكرونيك ليفر ديزيز. يعني لو واحد عنده اكيوت هيباتايتس ولقيته عنده كواجيلوباثي، يعني الاي ان ار بتاعته زادت، تقدر تقول ان هو داخل على الليفر فيلير.
في نفس الوقت، في نفس الوقت احنا قلنا ان البروثرومبين برضو بيبقى جود انديكيتور لايه كرونيك ليفر ديزيز. عشان كده الايتيمز دي محطوطه، احنا بنشوف هنا الليفر اخباره ايه، بنشوف الفاليوز بتاعه الحاجات دي ايه، وعلى اساسها بنحدد اذا كان الليفر ده كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد، زائد تو مور ايتيمز اللي هما الاسايتس والهيباتيك انجيفالوباثي. الالبومين النورمال رينج بتاعه من 3.5 to 5، تمام؟ فونس ان هو اعلى من 3.5 هنا ده كده ياخد سكور 1. لا ده بقى اقل من 3.5 بس مش اقل من 3، تمام؟ يبقى ياخد سكور 2. ده اقل من 3 يبقى ياخد سكور 3. البيليروبين برضو النورمال بتاعه تقريبا من 0.8 او 0.3، المهم ما بيعديش 1.2. فونس ان هو عدى 1.2 بس كان اقل من 2 ياخد سكور 1، من 2 ل 3 ياخد سكور 2، اكتر من 3 ياخد سكور 3. البروثرومبين، البروثرومبين نورمال تقريبا من 12 ل 15 ثانيه، تمام؟ اوكي. وانس ان هو زاد عن ال 15 ثانيه مثلا وبقى 18، فده زاد قد ايه؟ زاد عن ال 15 ب 3، تمام؟ بما انه زاد عن ال 15 ب 3 يبقى هنا، لان احنا بنقول بلس 4، بلس 4 عن ال 15، يعني زاد باقل ب 4 يبقى هنا، زاد باكتر من 4 ل 6 يبقى هنا، زاد باكتر من 6 يعني مثلا بقى 22، 22 ناقص 15 كام؟ 7. فبالتالي هو زاد اكتر من 6 يبقى السكور بتاعه 3. بعدين هنسال على اسايتس والهيباتيك انفالوباثي. السكور 1 ده هو السكور لطيف، يعني هنعرف ازاي. لو ما عندوش اسايتس خالص ياخد سكور 1، لو عنده مايلد تو مودريت اسايتس يبقى ياخد سكور 2، لو عنده سيفير اسايتس ياخد سكور 3. يعني ايه مايلد ويعني ايه مودريت ويعني ايه سيفير؟ لما نيجي نشرح الاسايتس هنعرف يعني ايه جريدنج بتاعه. الهيباتيك انكيفالوباثي، ما عندوش هيباتيك انكيفالوباثي خالص يبقى هياخد سكور 1، عنده ستيج 1 او 2 هيبقى ياخد سكور 2، عنده ستيج 3 او 4 يبقى هياخد سكور 3. ايه برضو الستيجز دي؟ لما نشرح الهيباتيك انكيفالوباثي هنعرف. دلوقتي انت هتجمع السكور، لو طلع اقل من 7 يبقى تشايلد A، لو طلع من 7 ل 9 يبقى تشايلد B، لو طلع اكتر من 9 يبقى تشايلد C. فاي حاجه من 1 2 3 4 5 6 تشايلد A، 7 8 9 تشايلد B، 10 11 12 وفما فوق تشايلد C. تشايلد A ده اللي بيتقال عليه كومبنسيتد. يعني ايه كومبنسيتد؟ زي ما انت شايف الالبومين فوق 3.5، فده معناه انه غالبا اصلا ما عندوش اسايتس. البيليروبين اقل من 2، فغالبا الجوندس حتى لو عنده مش تبقى باينه قوي. بروثرومبين بلس 4، عنده كواجلوباثي بس مش جامده، ما عندوش اسايتس ولا عنده هيباتيك انكيفالوباثي. لان انت عشان توصل انك تبقى تشايلد ايه محتاج على الاقل أربعة من دول يبقوا في سكور واحد، لان لو أربعة كل واحد فيهم سكور واحد، زائد محتاج 5 اكتشولي يبقى كلهم سكور واحد، تمام؟ المهم يعني ايا كان لو لازم يبقى الايه معظم الحاجات تبقى هنا في اللي هي سكور واحد، تمام؟ خلاص احنا كده اتكلمنا عن الكلينيكال بيكتشر بتاعت السيروزس، وفهمنا ان هي مش لازم تكون سيمتوماتيك، ومش كل واحد سيروتيك هيكون عنده لازم يكون عنده جوندس، او مش كل واحد سيروتيك عنده اسايتس، ومش كل واحد سيروتيك عنده بورتال هايبرتنشن. خلاص مش لازم، مش شرط خالص. طيب دلوقتي هنشرح ال manifestations of cirrhosis لو كان دي compensated. يعني هو لو كان child A فهو اللي عنده ascites ولا hepatic encephalopathy ولا jaundice ولا ايا كان، فمش فارق معانا القصة اوي. خلينا نقول ان هو دخل في دي compensation. يعني ايه بقى دخل في دي compensation؟ هيبقى عنده الاعراض دي. كلمة liver cell failure هي فكرة ان ال cirrhosis او الليفر بقى دي compensated، تمام؟ هي نفس الفكرة، خلينا بس نصغرها شوية. تمام، خلينا بس نعرف ان الليفر سيل فيلير عباره عن حاجتين، يا اما اكيوت يا اما كرونيك. اللي احنا بنتكلم عليه هنا ده هو الكرونيك ليفر سيل فيلير. خلاص ايه اعراضه بقى؟ هنمشي بالترتيب. اول حاجه فيفر. ليه في فيفر؟ لان البني ادم ده احنا قلنا ان هو عنده حاجه اسمها ايه الماكروفيجز بتاعته، الكيوب فير سيلز. كيوب فير سيلز ار ماكروفيجز ان ذا ليفر. خلاص طيب الكيوب فير سيلز دي ربنا يرحمها، ليه؟ لان في سيروزز، فحتى لو فيه تبقى تعبانه او مش كتير.
فده معناه ان كل البكتيريا اللي كانت جايه من الدي اي تي اللي يوجوالي الليفر كان بيتخلص منها عن طريق الكيوبر سيلز او الماكروفيجز دي بتعمل فاجوسايتوزيس ليها مش قادره تتخلص منها. وعلشان كده هتعمل ايه؟ هتبتدي البكتيريا دي هتعدي الليفر عادي وتدخل في الدم وهيبقى فيه ستيت اوف بكتيريميا. تمام، البكتيريميا دي هتنديوس هتعمل حاجتين. الاول هتاكتيفيت الاميون سيستم فهيبقى فيه ريليز اوف انترليوكين 1 وتيومر نيكروزس فاكتور الفا، والحاجتين دول بيعملوا فيفر. وهتعمل ايه؟ بلازما سيلز اكتيفيشن، والبلازما سيلز دي بتعمل ايه؟ تطلع اميونو جلوبولينز، فيحصل حاجه اسمها ريفرسال اوف البومين جلوبولين ريشيو. احنا كنا قلنا في الفيديو اللي فات اللي فيه الليفر انفستيجيشنز واللي باكد انه بليز تسمعوه، انا عارفه ان معظمكم ممكن يكسل او ممكن يحس ان الموضوع مش مهم او يلا نخلص بسرعه قبل الامتحان، بجد لو قعدتوا ربع ساعه بس تسمعوه ان شاء الله هتستفادوا جدا. احنا قلنا ان عدد البلازما بروتين 6 جرامز بير ديسيليتر، تمام، وان البلازما بروتين دي عباره عن الالبومين والجلوبولينز. الالبومين في الليفر سيروزز هيقل غالبا، حتى لو ما كانش قلل قوي هيقل سيك، تمام، بدل ما هيبقى 5 هيبقى حتى في حدود اللو نورمال لو مثلا 3.5 او حاجه. في نفس الوقت احنا عملنا انكريز للجلوبولينز دي بسبب الستيت اوف بكتيريميا اللي في الدم. فبما في العادي البلازما بروتينز لما كانت من 6 ل 8 جرامز بير ديسيليتر الالبومين كان اكتر من جلوبولين، ففي حاله السيروزز الالبومين قل بسبب الديكي سينثيتك فانكشن والجلوبولين زاد. ريكوردينج ستوبد. ففي الحاله دي جلوبولين هنا زاد بسبب البكتيريميا، فعشان كده بيحصل حاجه اسمها ريفرسال اوف البومين جلوبولين ريشيو. كده احنا شرحنا ليه في فيفر، تمام. هندخل بقى على تاني حاجه واللي هي ايه؟ الاسايتس. مهم برضو ان انا افكركم ان البيشنت ده هيكون عنده فتيج معظم الوقت لان هو مش بني ادم طبيعي، بقى عنده ديزيز. اوكي ماشي. عشان كده تاني حاجة انا لما باجي اعمل مايند مابس او حاجة بكتب كده، ده رقم 1 ده رقم 2 3 4، وبعد كده لو في حاجات تانية زيادة بزودها فوق. فعشان كده امشوا معايا. باد جنرال كونديشن، كلمة باد جنرال كونديشن يعني جنرالي عنده فتيج، عنده ساركوبينيا لان في ديكريزد بروتين سينثيسيس باي ذا ليفر اساسا، فعنده موسل ويستنج، تمام، ودي نقطة هتفرق معانا قوي في الهيباتيك انكفالوباثي بعد كده. تاني حاجة عنده جوندس، وقلنا الجوندس دي معناها ساين ان الليفر كان نو لونجر هاندل ذا بيليروبين، يعني ماشي جاله البيليروبين، تمام، الاندايركت بيليروبين او الانكونجوجيتد ومش عارف يعمله كونجوجيشن، تمام. تاني حاجة عندنا الفيتور هيباتيكس، الميركابتنز دي حاجات كانت بتتصنع بالبكتيريا وكان الليفر بيتخلص منها باي ديتوكسيفيكيشن، فايت از ابزوربد عادي، تمام. فالبيشنت هنا بيعمل اكسبيريشن ليها، يعني ايه؟ هي بتتمزج بالسلايفا بتطلع في البريث، معناها ان انت مش هتشمها من بقه، يعني انت لو فتحت بقه هو مش شارب الكحول فهتشمها من بقه، لازم يعمل اكسبيريشن يعني يتنفس في وشك وهتشمها. اتس فيكال لايك سويتي اودور. ماشي. بعد كده تاني حاجه عندنا الاسايتس اللي احنا هنشرحها ان شاء الله بعد شويه، اتس وان اوف ذا ليفر كومبليكيشنز وليها ميكانيزمز كتير، وزي ما احنا عارفين لو في اسايتس هتاخد سكور 2 لو كانت مايلد او مودريت، ولو كانت سيفير هتاخد سكور 3. وعندنا طبعا لور لمب اديما بسبب اي اديما ليها اربع اسباب. ايه الاسباب بتاعتها؟ يا اما انكريز هيدروستاتيك بريشر، يا اما انكريز كابيلر بيرميابيليتي، يا اما ليمفاتيك اوبستراكشن، كان في حاجه كمان مش ديكريز اونكوستاتيك اونكو اسمها ايه اوزموتيك ايه اسمها كولويد اوزموتيك بريشر. فهنا السبب بتاع اللور لمب اديما موستلي هيكون بسبب decreased albumin اللي هي decreased colloid osmotic pressure، فبالتالي مفيش حاجة تخلي الدم أو المية موجودة في blood vessels فبيتشفط للinterstitial fluid. طيب بعد كده عندنا الأنيميا، والأنيميا هنا أسبابها كذا سبب، احنا هنمشي بالدور. أي حد يسألك إيه أسباب الأنيميا في الديزيز الفلاني ما تقعدش تسرح وتفكر والراجل ده هيكون عنده أنيميا ليه، اسأل نفسك أول إيه أنواع الأنيميا؟ ثلاثة، يا إما مايكرو ثانية واحدة أجيب ال أوكي مايكروسيتيك اوكي هايبوكروميك الا يا اما نورمو نورمو اللي هي يعني نورمال سيل سايز ونورمال هيموجلوبين، يا اما انكريزد في السيل سايز ماكروسيتيك. طيب ايه اسباب
microcytic hypochromic anemia تتلخص في نمونيك اسمه تيلز. يعني ايه تيلز؟ ثلاسيميا، تمام، انيميا اوف كرونيك ديزيز، ايرون ديفيشنسي انيميا، لاد بويزنينج او سيديروبلاستيك انيميا. مش مهم دول، يعني مش علينا. النمونيك اهم حاجه الثلاسيميا والانيميا اوف كرونيك ديزيز وال اللاد بويزنينج. تمام. طيب دلوقتي البيشنت ده غالبا ما عندوش ثلاسيميا، يعني الا لو كان محظوظ. ممكن يكون عنده انيميا اوف كرونيك ديزيز. مهم جدا ان احنا نعرف ان الانيميا اوف كرونيك ديزيز لازم ليها 3 شروط: يكون في كرونيك انفلاميشن، كرونيك انفكشن، او كرونيك نيو او عنده نيوبليزيا. فالبني ادم بتاع السيروزس ده ممكن نقول ان هو عنده انيميا اوف كرونيك ديزيز، ايوه، لان هو عنده ستيت اوف كرونيك انفكشن، بكتيريميا بسيطه طول النهار سيكريتد، وفي شويه انفلاميشن عماله تحصل، بس مش قوي. اهم حاجه هي ايه؟ الاي دي، اللي هي الايرون ديفيشنسي انيميا. تمام. ليه في ايرون ديفيشنسي انيميا؟ اكيد بسبب الفاريسيال بليدنج. ومن هنا نعرف ان مش اي واحد عنده سيروزس عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، لان مش كلهم عندهم فاريسيال بليدنج، مش كلهم وصلوا لمرحله ان اوكي عندنا فاريسز وبتنزف. وما ننساش ان هو مش شرط يكون برجع دم قبل كده عشان يبقى عنده انيميا، ممكن يكون عنده فيكال اوكلت بلود. تمام. دي اسباب المايكروسيتوك هايبوكروميك، وده اللي ممكن يكون عنده. النورمو نورمو سببها حاجتين: يا اما انكريزد، يعني ديكريزد برودكشن، او انكريزد ديستركشن. ديكريز برودكشن ليه؟ بون مارو زعلان مش قادر يعمل حاجه بسبب التوكسيسيتي اللي موجوده. انكريزد ديستركشن ليه؟ لو عنده هايبر سبلينيزم، لو عنده اي حاجه تخلي فيه هيموليتك انيميا. تمام. يعني لو كان عنده مثلا الويلسونز الكوبر دي بتعمل هيموليتك انيميا. خلاص. ايه اسباب النورمو نورمو؟ النورمو نورمو ده احنا خلصناها. النورمو نورمو ايه اسباب الماكروسيتيك؟ الميجالوبلاستيك انيميا بسبب الفيتامين بي 12 ديفيشنسي والفوليك اسيد. وما ننساش ان الليفر الستورج بتاعه هو اللي بيعمل ستورج لمين؟ للفيتامين بي 12 والفوليك اسيد. فبما ان الليفر حزين مش قادر يعمل ستورج، وبالتالي عندنا ميجالوبلاستيك انيميا. اوكي. بس للامانه يعني هي معظم الدكاتره قالت الكلام اللي انا بقوله ده، بس في other sources قالت ان هي مش ميجالوبلاستيك وان هي بس ماكروسيتيك، وان في فرق ما بين الاثنين. بس انا بوصل الكلام المفروض نبقى عارفينه. عنده كمان bleeding tendency. ليه عنده bleeding tendency؟ لسببين. اولا clotting factors قلت، اللي هي 1972، اللي هي clotting factor number 1 و9 و7 و2. وطبعا قليل الفيبرينوجين مش بيتكون. تاني حاجة platelets قليلة بسبب الهايبرسبلينيزم، خلاص، وبسبب الثرومبوبويتين القليل. ماشي، عندنا خلصنا ده وده وده، فاضلنا سي في اس. ايه بقى السي في اس؟ احنا قلنا ان احنا عندنا انكريز في الفازو دايليترز في البريفري، وانكريز في الفازو كونستريكتورز في الليفر ذات نفسه. طيب ايه كانت الفازو دايليترز اللي عندنا اللي عامله انكريز؟ كان النيتريك اوكسايد والاستروجين. تمام. الاستروجين والاثنين دول فازو دايليترز، فالبلود فيسل حاصل له فازو دايليتيشن. واحنا عارفين ان اي حاجه تزود البلاد بريشر، اي فازو كونستريكشن يزود البلاد بريشر، واي فازو دايليتيشن بيقلل البلاد بريشر. بما ان في البريفري عندنا فازو دايليتيشن، البيشنت ده هيكون عنده هايبوتنشن. ويا شباب، اي حد عنده بريفرال فازو دايليتيشن تبقى السكه سالكه جدا. تخيل انت بتمشي في طريق سريع والدنيا واسعه خالص وعندك انيميا، يعني كمان السكه مش زحمه خالص، هتبقى عندك هايبر دايناميك سيركيليشن، ان انت قادر تمشي بعربيتك بسرعه، مفيش بلاد سيلز جنبك سايقه جنبك معطلك، ولا الطريق ضيق فمضطر تمشي بالراحه الا تخبط في الرصيف. فدي هيبقى عنده ستيت اوف هايبر دايناميك سيركيليشن وعنده هايبوتنشن. كل ما زادت الهايبوتنشن عند البيشنت ده، كل ما نعرف ان البيشنت ده كارديوفاسكولار او كونديشن بتاعته بتسوق، وكل ما معناها ان الدنيا عنده بتبوظ اكتر. تاني حاجه عندنا هي الريسبيراتوري سيستم. خلاص. ماشي. الريسبيراتوري سيستم هنا هيبقى عنده طبعا الايه كارد اسمها ايه باتوبالمونري سيندروم. ان شاء الله هشرحها في الفيديو اللي جاي، مش دلوقتي. بس المهم ملخص الموضوع ان هو مش بيبقى عنده حاجه اسمها اورثوبنيا، which is difficulty in breathing in standing position. طيب بعد الريسبيراتوري سيستم عندنا اندوكراين وسكين تشينجز. السكين تشينجز هنا بسبب الهايبر استروجينيميا. يعني هو قلنا الهايبر استروجينيميا بتعمل فازو دايليتيشن. تمام.
فهيكون عنده بالمر اريثيما اوكي دي فازو دايلاتيشن ان ذا بالم اوف ذا هاند هتكون موجوده عند البيزز اوف ذا ثم اوف ذا فينجرز والهايبوثينر والثينر امينس وفي في سنترال بالور تمام ده انا سبايدر نيفوي ودي عباره هتبقى عن ارتريول واسعه زياده هتبقى في هتبقى موجوده فين في الديستريبيوشن اوف ذا سوبيريور فينا كافا اللي هي السوبيريور فينا كافا تمام يبقى هتبقى موجوده فين على الشيست الابر فيس الابر فيس تمام والنك واول الشيست هنا كده في الحته دي ممكن على الارن تمام مش موجوده في اي حته تانية اوكي عندنا ايه تاني سكين تشينجز هيبقى عندنا طبعا ثين سكين بسبب الهايبو البومينوريا هيبقى عندنا وايت نيلز ثين سكين بسبب برضو الهايبو البومينوريا والوايت نيلز بسبب برضو اللو البومين خلاص تمام بالنسبه بقى للاندوكراينال تشينجز الاندوكراينال تشينجز هنا بسبب حاجتين البيشنت ده عنده هايبر استروجينيميا وهايبر برولاكتينيميا ليه هايبر برولاكتينيميا وليه هايبر استروجينيميا لان الليفر هو اللي كان مسؤول عن الميتابوليزم اوف بوث البرولاكتين والاستروجين فبما ان الليفر حزين ومش مش قادر يعمل ديتوكسيفيكيشن ولا ميتابوليزم للهرمونز دي فبيزيد اي هايبر برولاكتينيميا طبعا بتعمل امبوتنس وديكريز ليبيدو وجاينيكوماستيا والهايبر استروجينيميا هي بالذات اللي هتبقى مسؤوله عن الفيميل هير ديستريبيوشن احنا فيميل هير ديستريبيوشن هو عباره عن ايه الفيميل بتكون عامله كده انفيرتد تراينجل تمام انما الميل بيكون كده تمام لايك ارومبس خلاص وبيكون كل ده بقى ايه هنا هير فوانس ان الحته دي راحت وبقينا شبه كده الفيميل فاحنا كده فيميل هير ديستريبيوشن وعشان كده بنبص على الهير ديستريبيوشن ان اباف ذا سيمفيسس بيوفيس واحنا بنعمل ابدومينال اكزامينيشن خلاص تمام اوكي هنمشي دلوقتي كده اتكلمنا عن ايه اتكلمنا عن كل المانيفيستاشنز مهم ان نعرف ان احنا مش شرط نلاقيهم كلهم في نفس الوقت تمام اوكي طيب بعد ما اهم مانيفيستاشن بقى عندنا ممكن يكون موجود او لا هو الهيباتيك انكيفالوباثي خلاص ثانيه واحده بس اوكي انا دلوقتي هنا قلت لكم كل المانيفيستاشنز الموجوده في الليفر سيل فيلير او دي كومبنسيتد ليفر ديزيز على حسب البني ادم ده عنده تشايلد سكور ايه هنعرف يعني هو ممكن يكون مثلا السكور بتاعه 8 يعني تشايلد بي عنده واحد مثلا ما عندوش اسايتس والبروثرومبين تايم بتاعه 4 كده عنده سكور 2 بعد كده مثلا عنده البومين هنا يبقى عنده كده سكور 4 والبيليروبين هنا فعنده سكور 6 تمام ف6 زائد 2 فعشان كده هو في السبيكترم ده مش شرط ان هو يبقى كله هنا او كله هنا فمش شرط انه يبقى كله عنده هايبو البومينوريا فبالتالي عنده اسايتس ولور لمب ايديما وعنده كل حاجه تمام مش شرط تلاقي كل حاجه في نفس البيشنت على حسب هو انهي تشايلد وعلى حسب واخد السكورز بتاعته من انهي حته والهيباتيك انكيفالوباثي بقى مهم جدا ان احنا نعرف ان هي بتتقسم لايه على حسب الحروف حاجه اسمها هيباتيك انكيفالوباثي تايب A تايب B تايب C وعلى والاسم على مسمى تايب A دي اللي بتحصل في الاكيوت ليفر فيلير يعني ايه في الاكيوت ليفر فيلير يعني واحد جاله هيباتايتس عادي اكيوت زي مثلا هيباتايتس E وفجاه دخلت في هيباتيك انكيفالوباثي هي كانت عن هيباتايتس E دي مش كرونيك ولا بتدخل في سيروزس اساسا فقررت يلا بينا هبوظ الليفر ده قوي وهنزعج البيشنت بدل ما هنخف بي يعني اللي هي بورتو سيستميك شنت يعني البني ادم ده عنده بورتو سيستميك شنت فالتوكسنز بدل ما بتعدي على الليفر عشان يحصل لها ديتوكسيفيكيشن دي بتعمل سكيب للليفر وتروح على الدم على طول فتوصل للبرين وتعمل هيباتيك انكيفالوباثي او السيروزس يعني ما عندناش بورتو سيستميك شنت ولا حاجه ولكن عندنا الليفر بايظه فمش قادره تعمل اللي هي ذات نفسها ديتوكسيفيكيشن وبالتالي التوكسنز بتروح على الدم احنا في السيروتيك بيشنت عندنا الاثنين دول لان هو عنده سيروزس وعنده البورتو سيستميك شنت برضو بسبب البورتال هايبرتنشن الزايده اللي عنده فاحنا هنشرح الاول الهيباتيك هنشرح عموما يعني ايه هيباتيك انكيفالوباثي وهنشرح كمان ايه اسباب ان بيشنت عنده سيروزس يدخل في هيباتيك انكيفالوباثي اوكي اول حاجه معظم الايه الحاجه الانكريمينيتد او ايه المتهم في الحوار ده كله الامونيا تمام
الامونيا المفروض كانت بتروح على الليفر ويحصل لها ديتوكسيفيكيشن، تتحول ليوريا، واليوريا بعد كده تنزل ايه في اليورين. فلو في بورتو سيستميك شنت الامونيا عدت الليفر خالص وراحت على الدم، ولو في سيروزس فالامونيا ما اتطبختش وتحولت ليوريا فبالتالي برده راحت على الدم. حاجه مهمه ان احنا نعرفها ان السكيليتال ماسل one of the other organs that is responsible for converting برضو ammonia to urea. فالبيشنت ده بما ان احنا لسه قايلين ان هو bad general condition، فعنده fatigue وعنده sarcopenia او skeletal muscle weakness او wasting، فبالتالي هو كمان مش قادر، skeletal muscle قليلة والليفر قليل والاتنين مش بيطبخوا الامونيا ولا بيحولوها اليوريا فالامونيا زايد. تاني حاجة البيشنت ده لو عنده سيكي دي، اي واحد عنده سيكي دي الجي اف ار بتاعه قليل وبالتالي اليوريا بيحصل لها retention، فدي كمان هتزود الطينة بلة. خلاص طيب الأمونيا دي لما بتروح على البرين بتحول الجلوتامات لجلوتامين باي جلوتامين سينتيز في أنهي سيلز؟ في سيلز اسمها أستروسايتس. خلاص أستروسايتس جلوتامين ده أوزموتيك بارتيكل، أي حاجة أوزموتيك بارتيكل بتشفط مية اللي عندها، فالأستروسايت أبزوربز ووتر وبيحصل إديما أوف ذا برين والبرين بيحصل له سويلينج. من هنا نقول إن الهيباتيك، أي بصوا يا شباب البرين هي سيلز عادية، اي سيل شفطت مية زيادة حصل لها ايديما، اتشفط منها مية حصل لها شرينكج، اي حاجة زي كده تحصل في البرين اكيد هتزعله يعني سواء ده او ده. فاي واحد اصلا عنده هايبو اوزمولر ستيت يعني عنده المية برة اكتر من هز برين، المية هتروح لهز برين وبالتالي يحصل برين ايديما. لو العكس بقى، لو هو مثلا عنده هايبر جلايسيميا او هايبر ناتريم، المايه هتتشفط من مخه وهتروح لبره فيحصل شرينكج. الحالتين دول وحشين، محد يعني عشان كده دايما لما بنيجي ندي اي في انفيوجن لاي حاجه بنبقى كيرفول ان احنا ما نعملش لا برين ايديما ولا برين شرينكج. فبما ان هنا جلوتامين زاد في السيلز بتاع الاستروسايتس هتشفط المايه كلها وتعمل برين ايديما. ايه بقى اللي يخلي كل ده يحصل؟ يعني هو واحد سيروتيك وعنده بورتو سيستميك شنت مثلا الله بقاله مثلا سنه، ايه اللي خلاه فجأة يلا بينا انا هزعل البرين دلوقتي وازود الامونيا قوي واعمل هيباتيك انكفالوباثي؟ لازم يكون في بريسيبيتيتنج فاكتور. تمام، ايه هي البريسيبيتيتنج فاكتورز اللي موجوده في السيروتيك بيشنت عشان تدخله في هيباتيك انكفالوباثي؟ اوكي، اهم حاجه او اهم واحد الدكاتره قالت عليه في الراوند عندنا الكونستيبيشن. ليه الكونستيبيشن؟ معناها ان الفيكال ماتيريال قاعده اكيوميليتد في الكولون ما بتروحش في اي حته، والبكتيريا عماله تزيد وعماله ايه تعمل توكسينز في توكسينز في توكسينز، مور امونيا برودكشن مور امونيا برودكشن. فالليفر حتى لو كان سيروتيك وفي بورتو سيستميك شنت وكده كده مش عامل ميتابوليزم ولا بيحول الامونيا كلها لليوريا، بس كان ماشي حاله، زودنا عليه الكميه فالكميه زادت في الدم فعملت هيباتيك انكفالوباثي. تاني حاجه مهمه قوي اللي هي الفلويد الكترولايت اند اسيد بيز امبالانس. اي حاجه تبوظ المايه في جسمك وتقللها او تعمل لخبطه في الالكترولايتس والاسيدز بتاعتك، الدايوريتكس، دايوريتكس رقم واحد، ان يعني اي دايوريتكس بتعمل، معظم دايوريتكس بتعمل هايبوكاليميا وميتابوليك الكالوزيس، وده في حد ذاته بوظ لك ايه الدنيا. تاني حاجه قلل لك الفلويد، عمل لك دي هايدريشن، والليفر مش ناقص يعني احنا الدم عندنا قليل اساسا ومش وصل لنا وفي ريزيستنس، فانت كده بتعمل هيباتيك انسلت، يعني بتدي الليفر بالقلم على واحد كده مضروب ومعجون وعامل جبس وانت رحت ايه اديت له بالقلم كمان. الباراسينتيسيس لما تيجي تعمل تاخد شويه اسيتيك فلويد، الاسيتيك فلويد اللي انت بتشفطه ده بيتعوض تاني، يعني اللي انت خدته من البروتونيوم هيقوم البروتونيوم شوف التاني ميه من البلود فيسلز، تاني هنعمل هايبوفوليميا vomiting and diarrhea. الvomiting والdiarrhea واحد بيعمل metabolic alkalosis والتاني بيعمل metabolic acidosis وبيقلل الدم برضو، hypovolemia اي نوع بقى من dehydration، يعني كفاية ان واحد ما يشربش. خلاص تاني حاجة بقى هي الجي اي بليدنج، هنا في فكرة ايه بقى fluid electrolyte and acid base imbalance، بس هي محطوطة كانتيتي لوحدها. ليه؟ لان الجي اي بليدنج اولا هتعمل شك وهو hepatic hypoperfusion فتعمل hepatic insult، الالم اللي احنا اتكلمنا عليه، واحد زود البروتين كونتنت، لان ما تنساش ان انت لما بيحصل variceal bleeding الدم اللي في طالع من الفاريسيس ده بينزل بيرجع للستومك، تمام، وبعد كده الاسيد يشتغل عليه يحوله لاسيد هيماتين ويقوم ايه تقوم يرجع كوفي جراوند ماتيريال. طبعا مش انت مش بترجع كل الكميه، في كميه عادي زي ما اي اكل بتاكله بينزل على الديودينم فهينزل على الديودينم ويكمل طريقه للكولون. ففي الكولون كانك واكل وجبه غدا ومزود البروتين بتاعك والبكتيريا هتطبخه. ومن هنا نيجي للنقطه الثانيه، اي واحد اي سيروتيك بيشنت عمال ياكل بروتين كتير
لان البروتين يعني لما بنتكسر ويحصل له ميتابوليزم بيتحول لامونيا وبعد كده يتحول ليوريا، فاي بروتين كونتنت زياده بيتحول لامونيا والامونيا تزيد. ونفس الفكره بتاعت الكونستيبيشن، لو كان الليفر قادر على الكميه الصغيره مش هيقدر على الكميه الكتير. تمام. عندنا انفكشن زي spontaneous bacterial peritonitis واي infection، يعني مش شرط بس spontaneous bacterial peritonitis، ممكن UTI cholangitis او اي sepsis. الدراجز يا اما دراجز هيباتوتوكسيك هي كمان هتدي الليفر بالالم على وشه وتزود الطين بله، يا اما دراجز بتزود الجابة، لان الهيباتيك انكيفالوباثي سببها كذا حاجه، increased ammonia وانكريز في الجابة، الجابة دي inhibitory neurotransmitter. تمام. مش لازم يدخل في الميكانيزمز لانها مش مذكوره في الكتاب عندنا. دي البريسيبيتيتنج فاكتورز، يعني واحد عنده سيروزس فجأة كده هو قاعد لا بيولع عليه مش هيجيله هيباتيك انكيفالوباثي من باب الطاقة، لازم يكون حصل له حاجة من الحاجات دي. وانت دورك في المانجمنت وفي هيباتيك انكيفالوباثي ان انت تكتشف ايه الشيء اللي حصل عشان تعالجه وتمنعه المرة الجاية. يعني لو عنده كونستيبيشن اديله لاكتيلوز او اديله حاجة من اللاكسيتيفز ده كان بيوزد كرونيكالي بحيث ان انت تمنع الكونستيبيشن انها تحصل ابدا. تمام. فاريسيز بليدنج تعمل له فولو اب وريجولر اندوسكوبيك لايجيشنز وبيتا بلوكر. باراسنتيسيس خد بالك تغير جرعه الدايوريتكس، تدي معاها سبلمنت مثلا لو كان عنده الكالوزس يبقى تدي حاجه تمنع الالكالوزس لو عنده اسيدوزس وهكذا. تاخد بالك من الباراسنتيسيس ان انت تدي البومين انفيوجن عشان ما تعملش هايبوفوليميا زايده، اول ما تلاقيه بدا يرجع او جاله دايريا على طول تريبليس الفلويدز والالكترولايتس اللي بدات تروح منه. اول ما تحس ان عنده انفكشن اجري عليه بالانتيبيوتيك، او حتى كمان في بروفيلاكسس للديزيز تقلل البروتين دايت بتاعه. تمام. بس ما تقللوش قوي، ليه؟ عشان ما ننساش ان سكالت المصل ماس مهمه، عشان هي كمان بتبقى ليها ايد في انها تحول الامونيا ل يوريا، فلو انت عملت له ديكريز في سكالت المصل ماس اكتر فانت كده بتضره مش بتنفع. دلوقتي ايه بقى الستيجز بتاعه الهيباتيك انكيفالوباثي؟ اوكي، عندنا حاجة اسمها الويست هيفين كرايتيريا، بتتقسم لتو مين ستيجز اللي هو كوفيرت والأوفيرت. كوفيرت يعني حاجة مقفولة، أوفيرت يعني حاجة مفتوحة. فكوفيرت يعني هو عنده ديزيز بس انت مش عارف، هو عنده هيباتيك انكفالوباثي بس مش باين عليه أعراض شديدة جدا توضح ده، أو أوفيرت يعني كلينيكالي سيجنيفيكانت. كوفيرت هي عبارة عن ستيج 0 وستيج 1 والأوفيرت ستيج 2 3 and 4. من هنا نعرف ان ستيج 1 و 2 كانت سكور 2، ستيج 3 و 4 هي السكور 3. خلاص اوكي. ستيج 0 هي ايه؟ ديكريز في الانتلكتشوال فانكشن وديكريز في الكوردينيشن. خلينا نكبر الشاشه شويه عشان لو حد مش شايف. اوكي، ديكريز ان انتلكتشوال فانكشن اند كوردينيشن، يعني البيشنت عادي هيبقى رايح وكل حاجه بس مثلا مش قادر يشتغل شغله البسيط، لو كان موظف هيواجه مشكله في الشغل يبقى حاسس ان هو ابطأ في الشغل، ردة فعله مثلا بطيئة شوية. تمام. مفيش حاجة اكتر من كده، ودي برضو بيطلق عليها مينيمال هيباتيك انكيفالوباثي. تمام. طيب ستيج 1 ثلاث حاجات بالاي: decreased awareness, decreased attention span و anxiety. الاول decreased awareness, decreased attention span وعنده anxiety، وعنده decreased ability to add or subtract، يعني مش هيبقى قادر يجمع ولا يطرح. وعنده هنا reversal of sleep patterns، يعني طول الليل صاحي وطول النهار حابب ينام. من stage 2 يبدأ الاستريكسز يبدأ يظهر، عشان كده it becomes overt ان البيشنت عنده flapping tremors خلاص، وتقدر انت تدتكت clinically. هنا انت مش هتقدر تكتشف اي signs عليه من clinical examination اللي هو physical examination، هنا تقدر تلاقي دي فتقدر تشخصه كهيباتيك انكفالوباتي. في ستيج 2 هيبقى عنده ليثرجي، ليثرجي يعني متنح من الاخر، ريسبونسيف بالراحه جدا للفيربال ستيمولاي، يا دوب بيرد عليك. عنده بيرسوناليتي تشينجز وان ابروبريت بيهافير. تمام. يعني ممكن تلاقيه بيعمل حاجات سوشيالي ان اكسبتابل، يقلع هدومه في نص الدنيا في نص الشارع عادي مش شايف ان الشيء عيب. خلاص. ديس اورينتيشن، اي ديس اورينتيشن او اي اورينتيشن ده ما بنقول ايه؟ اورينتد تو بيرسون بليس اند تايم. هنا ديس اورينتيشن اونلي تو تايم اند بليس، تو تايم اند بليس. اوكي. ستيج 3 بقى ستوبر، ستوبر يعني هنا مش ريسبونسيف للفيربال ستيمولاي خالص، ده ريسبونسيف للبينفول ستيمولاي، يعني لو شكيته بدبوس هتلاقيه ممكن شويه ريفلكس لكن مش هيرد عليك اساسا. هنا جروس ديس اورينتيشن يعني الثلاثه بقى اللي هو البيرسون والبليس والتايم. كونفيوجن. ستيج 4 بقى هي الكوما. المهم ان انت تعرف اصلا ان علاج الجزء اللي فوق ده علاج الاوفرت كله في الاي سي يو، لكن اللي فوق ده مش في الاي سي يو. ليه في الاي سي يو؟
ان البني ادم ده بما انه عنده برين اديما الهيباتيك انكيفالوباثي يا شباب مش بس كده، ده كانه عنده برين ديزيز، يعني كانه عنده نيورولوجيكال ديفيسيت مثلا، واي واحد مثلا كانه عنده ستروك مثلا. خلاص لو عنده ستروك يعني هتامن عليه وتسيبه ماشي في الشارع عادي؟ فنفس اللي عنده هيباتيك انكيفالوباثي ده البرين سيلز مش قادره تعمل حركتها كويس، وبالتالي لو شرق احنا لما بنشرق بيحصل لنا ايه؟ بنكح على طول، بنعمل جاج ريفلكس عشان نمنع ان الشيء اللي داخل جوه ده من هو يكمل يدخل على اللونجز. فالبيشنت ده ما عندوش جاج ريفلكس، فهي از ات ريسك اوف اسبيريشن اوف اني ثينج اند داينج، عشان كده بيدخل في الاي سي يو، علاجه في الاي سي يو. تمام اوكي. طيب دلوقتي ايه المانجمنت بتاعنا؟ اول حاجه ان انت تشخص الهيباتيك انكيفالوباثي وترول اوت اذر ديزيزز. خلاص other diseases مكتوبة أو other conditions that can present similar to hepatic encephalopathy موجودة في الكتاب، بس أنا ما تطرقتش ليها صراحة، لكن أنا أرجو أن تشوفوا ليها الكتاب. تاني حاجة أهم نقطة correction of precipitating factor، يعني ميبقاش هو عنده GI bleeding وانت رايح تعالج الهيباتيك encephalopathy وتقول يا رب يخف، هيخف ازاي يعني؟ أو عنده constipation وتعالجها وتلاقيها ظهر التاني بعد دقيقتين أو مثلا بعد يوم، فليه؟ او مش مظبط له الالكترولايتس بتاعته اللي حصلت بسبب الدايوريسيس او الباراسينتيسيس. فانت لازم اول حاجه تكوركت البريسيبيتيتنج فاكتور. ثاني حاجه بقى تديله لاكتيلوز، تمام، وريفاكزيمين واي في لولا. اللاكتيلوز ده زي ما احنا عارفين ان هو لاكسيتيف، فهيشيل الكونستيبيشن ويعمل كليرانس خالص للفيكال ماتيريال واي بكتيريا في الكولون. الفيكال ماتيريال. ثاني حاجه ان هو بيقلل الامونيا برودوسينج مايكرو اورجانيزمز، يعني اي بكتيريا بتعمل سيكريشن لامونيا هتروح في داهيه، وبيحول الامونيا من NH3 ل NH4+. طبعا ده ليبيد سوليبل، فبتقدر ايه تبقى ابزورب وتعدي بلاد برين بارير، انما دي مش ليبيد سوليبل، فهتفضل في الكولون لحد ما تبقى مش تقدر تعدي بلاد، مش هتقدر هتعدي تبقى ابزورب ولا تروح للليفر ولا تروح للدم. دي هتنزل في الستول عادي كانها زي السيلولوز ما بينزل عندنا. الريفاكزيمين ده اسمها ايه؟ انتيبيوتيك، عشان يغسل الكولون ويشيل اي بكتيريا. واي في لولا اللي هي ايه؟ ثانية واحدة لما نفتكر كانت الاورتينين الاسبرتيت. في دكتور قال ان دي one of the mediators of urea cycle، فمن الاخر انت بتحاول تمشي اليوريا سايكل وتسرعها يعني. تاني حاجة بقى عندك الدايت. في controversy actually حوالين الدايت ده، اقلل البروتين ولا مقللش. انت لو قللت قوي دخلته في ساركوبينيا وقللت سكيلت الماسل ماس بتاعته، وبالتالي بقى عنده مشكله يعني فكره ان ايه ما بيقدرش يحول الامونيا ليوريا. لو انت زودته قوي دخلته تاني انكريس بروتين دايت فزودت الامونيا، فعليها كونتروفيرسي نعمل ايه. الانما، الانما دي ممكن طبعا تستخدمها في الدنيا السريعه دي بسرعه عشان تغسل الكولون كله. نيومايسين والميترونيدازول دول برضو انتيبيوتكس. الفلومانازيل ده جابا انهيبيتور، واحنا قلنا ان الجابا لما بيزيد من الحاجات احنا كنا لسه قايلين من one of the precipitating factors ان انت تدي ادويه بتزود الجابا زي الاوبيويدز والبنزودايزابينز. فمن الذكاء طبعا بقى طالما الادويه دي بتعمل مشاكل ان انت تدي ايه؟ جابا انهيبيتور. وبرانشد امينو اسيدز، لان الامينو اسيدز دي كانت بتبقى يعني لقوا لما بصوا كده على الامينو اسيدز القليله في البرين لقوا ان البرانش الامينو اسيدز بتكون قليله في الهيباتيك انكيفالوباثي، فقالوا اوكي ان احنا نعالجها بده. ما سالناش نفسنا التشخيص بيكون ازاي غير الحاجات اللي فوق دي. الكتاب طبعا عندنا حاطط الحاجات بقى اللي هي ايه اللي هي البازل، ان الواحد يعمل زي بازل او ماتش ستيك مثلا، ان احنا نطلع له حروف زي مثلا اكس وواي، تمام، ونحاول نقول له لما الاكس تظهر دوس زرار مثلا، او ان احنا نطلع حاجة عارفين مثلا زي كده نكتب ريد فنقول لك لما اللون الازرق يظهر دوس زرار، فانت مثلا شايف ان الكلمة ريد فهتبقى متلغوط، عارفين الموضوع ده. فدي دي حتى اسمها ايه في الكتاب كان قايلين عليها اسمها ان ستروب تيست evaluate selective attention and processing speed by the interference between the visual color and the latent color name. فانت كاتبها بالازرق وكاتب ريد، فالمخ اول ما بيقولك كده بتلاقي نفسك بتاخد وقت اساسا عشان تفكر قبل ما تقول انا شايف ازرق، انت بتقراها ريد الاول او العكس، تمام. وعندنا طبعا ال CRT test اللي هي continuous reaction time،
بنسمعك صوت ونقولك اول ما تسمع الصوت الفلاني دوس على زرار، فبنشوف انت بتاخد قد ايه، لان احنا ما ننساش ان احنا قلنا ان في decreased intellectual function و decreased attention span decreased awareness، كل الحاجات دي are used to diagnose الهيباتيك انكيفالوباثي وهو في الايه في المينيمال ستيج او الاوفرت كوفرت ستيج. بعد كده بيقول لك ان مش شرط ان لما الامونيا تكون زايده ان في هيباتيك انكيفالوباثي، ومش شرط ان ما تكون قليله انها ما تكونش فيه. لو قليله بتحاول تري ايفالويت وتدور على اذر كوزز، بس لا تنفي ان لا خلاص ما فيش هيباتيك انكيفالوباثي 100%، لان مش هي الحاجه الوحيده اللي ايه كوزنج الهيباتيك انكيفالوباثي. لسه قايلين في جابا، لسه قايلين فكره ان البرانش امينو اسيدز قليله، في حاجات تانية بتحصل في البرين، فوجودها لا بيقول لك كده عندنا هيباتيك انكيفالوباثي ولا انها قليله في الدم ما عندناش. ايه تاني حاجه بيقول لك السي تي برين يقدر يكتشف طبعا اي برين ايديما، وده اللي بيحصل في اي هيباتيك انكيفالوباثي، بيحصل برين ايديما. والام ار اي في دكتور كان قال انه المنجنيت بيزيد during hepatic encephalopathy and the MRI is capable of detecting this increase in manganate. كده احنا خلصنا كلام عن ال hepatic encephalopathy، الستيجز بتاعتها وايه البريسيبيتيتنج فاكتورز اللي بتخليها تحصل في واحد عنده سيروزز او بورتو سيستميك شونت، تمام؟ واتكلمنا عن المانجمنت بتاعها وعرفنا ان ستيج 2 3 و 4 بيروحوا الاي سي يو مش بيتعالجوا ايه كده عادي خلاص. بعدين اتكلمنا ان احنا قلنا ان هي A B C، اتكلمنا على البي والسي. الاي بقى اللي هي الاكيوت، يعني occurs in the absence of previous liver disease. خلاص احنا زمان او في الفيديو اللي فات قلنا ان اي هيباتايتس بيكون عنده في الاول انوركسيا ونوزيا وفوميتنج وفيفر، بعد كده الجوندس بتحصل، واول ما الجوندس بتيجي الفيفر بتختفي، ومفيش حد بيكون عنده جوندس وفيفر في نفس الوقت في واحد عنده هيباتايتس. واول ما الجوندس تبتدي الاعراض تبتدي تتحسن، بحيث ان الفوميتنج يقل والابيتايت يزيد، تمام؟ وقلنا بعد كده ان الجوندس برضو من الحاجات اللي لو كملت نزعل خلاص. فنفس الفكره، لقيت واحد قاعد الجوندس بتاعته مكمله فتره حبه حلوين، لا نبتدي نقلق على الاخ ده. تاني حاجه، احنا قلنا من اهم الحاجات البروجنوستيك فاكتورز في الاكيوت ليفر ديزيز البروثرومبين تايم، وقلنا البروثرومبين تايم الهاف لايف بتاعته 48 ساعة. فلو حصل acute liver insult او الليفر زعل قوي قوي مننا، البروثرومبين هيقل في خلال 48 ساعة وهيحصل coagulopathy. فدول اول حاجتين تقدر تقول بيحصلوا في واحد عنده acute liver failure. ختام ومسك بقى، اللي يقول لنا خلاص ده كده بالضبع والمفتاح ده كده acute liver failure، وجود الهيباتيك انكيفالوباثي، تمام؟ بس الهيباتيك انكيفالوباثي بتظهر امتى بقى في الاكيوت ليفر فيلير؟ على حسب، يعني على حسب هو هايبر اكيوت او اكيوت او سب اكيوت. يبقى اكيوت ليفر فيلير از ا بيشنت وذ برولونج جوندس عنده كواجولوباثي هو ديفلوبس هيباتيك انكيفالوباثي ليتر اون، لان الوضع الطبيعي او اللي هو المسار الطبيعي لاي هيباتايتس ان شاء الله ما هو يخف، اكسبشنز بسيطه اللي بيحصل فيها اكيوت ليفر فيلير. يعني بقى اكيوت ليفر فيلير الليفر زعل جدا مننا ودخل في هيباتيك انكيفالوباثي، فاول حاجه بيحصل جوندس برولونجد كواجيلو، دخلنا في كواجيلوباثي، لان اي هيباتايتس مش هتلاقي عنده البي اي البروثرومبين قل، لا يعني ليه ما بتلاقيهوش قل، مش من الانفستيجيشنز اللي لقيتها في الهيباتايتس لقيت عنده كواجيلوباثي او ان ار زد تفرح، لا تزعل. هيباتيك انكيفالوباثي بقى اتكونت امتى؟ بتقسمها الهايبر اكيوت وسوب اكيوت واكيوت، ماشي؟ لو كانت لو الهيباتيك انكيفالوباثي بعد ظهور الجوندس، يعني اول حاجه عندنا جوندس لان ده اللي حصل، يعني هو كان عنده هيباتايتس عادي، كان في البرودرومال فيز عنده انوركسيا نوزيا فوميتنج فيفر، بعد كده في الاكتريك فيز دخل على ايه على جوندس، بعد كده المفروض ندخل في كونفاليسنت فيز، لا ده احنا ما دخلناش، احنا فضلنا في الاكتريك فيز وفضلنا جوندس فتره طويله، وكمان جالنا كواجيلوباثي، بعدنا بقى جالنا الهيباتيك انكيفالوباثي. فالفتره اللي ما بين الجوندس والهيباتيك انكيفالوباثي هي اللي بتصنف لنا الهايبر اكيوت واكيوت وسب اكيوت. الهايبر اكيوت لو اتكونت في خلال اسبوع الهيباتيك انكيفالوباثي، ولو اتكونت في خلال 4 اسابيع تبقى اكيوت، ولو في خلال 12 تبقى تبقى سب اكيوت. يعني عندنا جوندس النهارده وبعد اسبوع هيباتيك انكيفالوباثي تبقى هايبر اكيوت، بعد 4 اسابيع اكيوت، بعد 12 اسبوع سب اكيوت، تمام؟ انا بقى كاتبه حاجه، يعني اصل مين فيهم الكواجولوباثي اكتر، ومين فيهم الجوندس فيها اكتر، مين فيهم البور والباد بروجنوزس، كل ده على حسب ايه. انا كتبت ده فاستر ده هيباتيك انكيفالوباثي ديفلوبس، تمام؟
the faster it develops. هنا faster لأن هنا في خلال أسبوع, هنا في خلال 4 أسابيع, هنا في 12 weeks. The faster it develops, the higher the coagulopathy. أهو هنا 3 signs, هنا 3 positive, هنا 2, هنا 1. يبقى هنا coagulopathy أقل حاجة. INR هنا أقل حاجة, INR هنا أعلى حاجة. The less the jaundice, شايفين الجوندس هنا مثلا هتلاقوها 2 مثلا, هنا هتلاقوها 5, هنا هتلاقوها مثلا 7 milligrams per deciliter البيليروبين. تمام. الإديمة بتكون موجودة بس في الهايبر أكيوت والأكيوت, سب أكيوت غالبا فيه. مين بقى برضو the faster it develops the better the prognosis. هنا good, moderate, poor. هنا الهيباتيك انكفالوباثي حصلت بدري, هنا متأخر شوية, هنا متأخر خالص. ف the faster it develops the more the coagulopathy, the less the jaundice, the better the prognosis. خلاص أنا بحفظها كده, the better the more the coagulopathy, the less the jaundice, the better the prognosis, عشان دايما بنسى. How would you investigate واحد عنده acute liver failure؟ زي ما اتفقنا investigation for the cause, investigation for the disease, و investigation for the complications. يعني ايه for the disease؟ يعني انا عايز اتأكد اصلا هو عنده ايه. واحد جايلي هلاقيه jaundiced, وهلاقيه مثلا عنده tendency to bleeding, ممكن يكون عنده اي bleeding بقى من epistaxis او bleeding per any orifice. تمام. هيكون عنده other complications, وممكن يجيلي بقى disoriented, يعني عنده الهيباتيك انكيفالوباثي اللي احنا قلنا عليها. فكده احنا ايه تقريبا شخصناه, لان هي triad of jaundice, coagulopathy more than 1.5 او INR more than 1.5, hepatic encephalopathy, diagnosis acute liver failure. خلاص الكوز بقى, في كذا كوز لل acute liver failure. تمام. اوكي ايه انا بفكر نفسي بيها بحاجة كده اسمها ايه, هنقول مثلا ان واحدة ست انتحرت. تمام. سوسايد. واي واحد بسوسايد بسوسايد بايه, بدراجز. ايه الدراجز المشهوره بقى؟ عندك الباراسيتامول. هو من الاخر كده افتح دراجز اند ليفر في تشابتر الفارماكولوجي هتلاقي كل الادويه اللي تحبها اللي ممكن تكتبها عملت هيباتوتوكسيسيتي وزعلت الليفر مننا. عندك الباراسيتامول والانتي تيوبركلوز دراجز زي الريفامبيسين والايسونايزايد, الستاتينز طبعا, النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز بس الباراسيتامول اكتر, الفينيتوين والكاربامازابين دول انتي ابيليبتيك دراجز, والفلوكلوكساسيل. تاني حاجة واحدة ست حامل. يعني ايه بقى واحدة ست حامل؟ عندنا اهم هيباتايتس بيعمل مشاكل هو ايه, الهيباتايتس اي. في حاجة اسمها ايه, فاتي ليفر اوف بريجنانسي. يبقى عندك الهيباتايتس اي والفاتي ليفر اوف بريجنانسي. ومن الهيباتايتس اي ممكن نفتكر كل الفيرال هيباتايتس اللي ممكن يعملوا مشاكل زي هيباتايتس اي, وكل طبعا الهيباتايتس ممكن يدخلوا في اكيوت ليفر فيلير بس مش كومن يعني ان هم يعملوا كده. الكومن ان هم ان احنا نخف. اكتر هيباتايتس انكريمينيتد في الست الحامل هيباتايتس اي, وما ننساش الفاتي ليفر اوف بريجننسي. وواحد اوكي الكوهوليك يعني. تمام تمام, لان اي الكوهوليك هيباتايتس ممكن تدخل بعد كده في اكيوت ليفر فيلير. وايه تاني, اذرز بقى, عندنا الويلسونز, عندنا كمان الباسكولار زي الباتشاري سيندروم, وعندنا مع السوسايد اللي هي بالأدوية ممكن نفتكر التوكسين زي الأفلاتوكسين اللي موجود في الفنجاي أفلاتوكسين. يبقى انت بس هتحاول تعرف من الناس من هتاخد هيستري من البيشنت, او هتاخد هيستري لو البيشنت بقى طبعا عنده في هيباتيك انكيفالوباثي مش تعرف تاخد منه, تاخد من قرايبه وتعرف ايه الكوز. تاني حاجة بقى انا دخلت في الانفستيجيشنز قبل ما ادخل في الكلينيكال بيكتشر, بس مش مشكلة, احنا اتكلمنا عن الكوز واتكلمنا عن الديزيز. ندخل في الكلينيكال بيكتشر. احنا قلنا كلينيكال بيكتشر هتبقى اوف ذا كوز طبعا, يعني لو البيشنت لو كانت حامل هنشوف انها حامل, وهنشوف انها عندها فاتي ليفر, او هنشوف عندها فايرال هيباتايتس اي. لو كان الكوهوليك هيبقى عنده اذر مانيفيستاشنز اوف الكوهوليك ليفر ديزيز. تمام. اهم حاجه نعرفها في الكلينيكال بيكتشر اوف اكيوت ليفر فيلير ايه, ان هي سيميلر للي فاتت. يعني ايه سيميلر للي فاتت؟ يعني عنده اسايتس ممكن, عنده برين ديما ايوه طبعا, ما عنده هيباتيك انكفالوباثي, عنده فيتو هيباتيكس ايوه, عنده جوندس ما ايوه. احنا ايه اللي احنا قلناه في الليفر سيل فيلير, عنده جوندس وعنده هيباتيك انكفالوباثي وعنده برين ديما وعنده اسايتس واللي هو الليمب ديما وفيتو هيباتيكس, هي نفس الحاجه. تمام, عشان ما تلخبطش نفسك. الاثنين ليفر فيلير, لان الاثنين الفانكشن بتاع الليفر راحت. الفرق ما بين ده وده ايه, ان التاني كان عنده وقت كده وبيفيل على مهله, لكن ده احنا فيلنا النهارده يعني نلحق نعمل ايه. ففي الليفر فانكشنز مهمه جدا هتضيع من الحاجات اللي هي ايه كانت بتتاثر معانا, وفي حاجات هتتخض. يعني يا لهوي ايه اللي حصل, احنا كنا كويسين امبارح, ايه اللي زعلنا النهارده. ف
فاولا عندك برين إديمة، لان طبعا عندك هيباتيك انكيفالوباثي واحنا بنتكلم على كده اساسا. تاني حاجه عندك هنا فيتور هيباتيكس اللي احنا قلناها الفيكال اودر اللي هو الميركابتنز اللي بتروح في السلايفا واكسبيريتد ان ذا بريث. خلاص فيتور هيباتيكس هنا اومينوس ساين، يعني واحد عنده كرونيك ليفر فيلير وعنده سيروزس عنده دي، ما تزعلش، ما طبيعي ده، يعني ده المسار الطبيعي ان هو في الاخر هيجيله ده. لكن واحد عنده اكيوت ليفر اكيوت هيباتايتس جاله فيتور هيباتيكس، تعرف انه كده عنده ايه اكيوت ليفر فيلير. It's not always there, but it is a very specific sign. تمام؟ يعني when diagnosis is doubtful، لقيت واحد عنده فيتور هيباتيكس وكان عنده acute hepatitis، يبقى كده دخل في acute liver failure. Metabolic، طبعا احنا عارفين ان الليفر هو المسؤول عن ايه؟ fasting hypoglycemia. بيعمل ايه؟ لو في hypoglycemia هو اللي عنده glycogenolysis وgluconeogenesis. مفيش. Acidosis، no lactic acid metabolism. الكالوزيس، الكالوزيس هيكون بسبب الهايبوكاليميا. تمام؟ البيشنت ده ممكن يكون برضو طبعا عنده رينال فيلير. ليه رينال فيلير؟ البني ادم ده عنده مشكله كبيره، ده زي ما تكون كده داخل في شوك. تمام؟ مفيش ميتابوليزم لحاجات كتير، عنده سيبتك شوك كمان بسبب ان كل البكتيريا اللي داخله من اي حته ما شاء الله الله اكبر دخلت على الدم وبتزغرط. كل الشوك ده مقلل البرفيوجن، فاي برفيوجن لما تقل طبعا تعمل رينال ايه فيلير. خلاص الريسبيراتوري فيلير، ليه بقى عندنا ايه ار دي اس اللي هي اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم اللي هي نون كارديوجينيك بالمونري ايديما، يعني اللنج حصل فيها ايديما زي ما تكون شربت الرئه بتاعتك ميه من الاخر، بدل ما الالفيولاي مليانه هواء مليانه ميه. ده بيحصل بسبب السبسس او بسبب التوكسيميا ان جنرال اللي موجوده في الدم، لان بيحصل انكريز في الكابيلاري بيرميابيليتي، فبيحصل ال ان الكابيلاري بريميسي بتقل فالميه بتليك من البلود فيسز للالفيولاي. ممكن طبعا يحصل اسبيريشن للبني ادم ده مش في وعي، واحنا قلنا ان اي واحد عنده هيباتيك انكيفالوباثي ممكن يحصل له في العموم جاج ريفلكس. اتكلمنا على الانفكشن والبلمونري هيموريدج. ماشي خلاص، احنا كده اتكلمنا عن معظم المانيفيستاشنز اللي هي كانت اللي فاتت بالظبط، وانا ما كتبتش تقريبا ما عدتش الحاجات اللي مكتوبه فوق الا لو كانت ليها ريفرنس معين هنا زي الفيتور هيباتيكس لان هي هنا مهمه جدا. تمام، وكلمنا عن الحاجات اللي بتحصل بقى في الاكيوت ليفر بالذات. لما نيجي نعمل مانجمنت، احنا قلنا في المانجمنت يو هاف تو دايجنوز الاول طبعا ان هو ايه سبب ان هو اكيوت ليفر فيلير. تمام، فاحنا عرفنا بسبب الجوندس والاي ان ار اللي عنده. تمام، وكاجلوباثي ولازم نتاكد اذا كان اكيوت ولا كرونيك. يعني فيشن ده كان اصلا عنده سيروزس فحصل له ليفر فيلير، فساعتها احنا هناك بندور على بريسيبيتيتنج فاكتورز. لو كان اكيوت يبقى ساعتها بندور على ايه الاذر كوزز، زي واحده ست حامل، واحده انتحرت. تمام، يعني مهم جدا انت تعرف اذا كان كرونيك ولا اكيوت عشان تعرف تفرق. بعد كده بنعمل بقى ايه؟ عندنا تريتمنت، سيمتوماتيك تريتمنت واكستراز. ايه الاول؟ الاكستراز، البني ادم ده بيبريزنت بايه؟ عندك بيبريزنت بجوندس وكواجيلوباثي وهيباتيك انكيفالوباثي طبعا. ف هتحاول الاول تاكله، يعني محتاج ان هو نيوتريشن لان هو ده عنده هيباتيك انكيفالوباثي واكيد في شوك ومحتاج طبعا فود انتيك. تحاول تاكله انترال احسن من التي بي ان اللي هي توتال بارينترال نيوتريشن بدل الاي في. يعني عنده كواجلوباثي فهتدي له فيتامين كي فريش فروزن بلازما وبليتليتس. بعد كده سيمتوماتيك تريتمنت، يعني بني ادم ده عنده برين اديما. تمام، فهندي له مانيتول. مانيتول ده دايوريتك، والدايوريتك ده مخصوص جدا للواحد عنده برين اديما، بتقدر تقول كده بيفسي البرين بسهوله. ريز الهيد ات 10 ديجريز، يعني ما تنيموش، خليه مرفوع الراس السرير على الاقل 10 درجه، وافويد هايبوكسيا. الميتابوليك بقى عنده ديكريز جلوكوز، يديله جلوكوز انفيوجن. عنده اسيدوزس، يديله صوديوم بايكربونات عشان قلنا اللاكتيك اسيدوزس، اللاكتيك اسيد مش ميتابولايزد. عنده هايبوكاليميا فدي بوتاسيوم انفيوجن، لما هتصلح الهايبوكاليميا الالكالوزيس هتتصلح. انتسيبيت بقى، يعني ايه؟ انت عارف ان الكومبليكيشن اوف اكيوت ليفر فيلير از ريسبيراتوري فيلير از رينال فيلير اند سبسس، هتدي امبيريكال انتي بايوتكس عشان السبسس، هتدي فلويدز وتدي فوليوم اكسباندرز وتعمل هيموداياليسيس لو اضطرك الامر، وهتانتسيبيت برضو ان كوركت ريسبيراتوري فيلير. انا مش عارفه بصراحه ازاي، بس هي كانت مكتوبه فانا ذكرتها. دي باختصار المانجمنت اوف الاكيوت ليفر فيلير والهيباتيك انكيفالوباثي. ملخص ان الهيباتيك انكيفالوباثي ثلاث انواع، يا اما اكيوت يا كرونيك، يا اكيوت يا سيروزز يا ايه
بورتو سيستميك شنط. لو حصلت في الحته دي يبقى لازم بريسيبيتيتنج فاكتور. اتكلمنا عن البريسيبيتيتنج فاكتورز واتكلمنا عن الستيجز والمانجمنت في الهيباتيك انكفالباثي. على فكره المانجمنت في الهيباتيك انكفالباثي اكيد هنا نفس الفكره, اكيد برضو هتدي لاكتيروز وهتدي اي في لولا تمام, وهتودي الاي سي يو لو احتاج الامر. هنا الموضوع اكيوت تمام. اتكلمنا ان اهم كاردينال ساينز انه يبقى عنده جوندس, كان في اكتيريك فيز وجوندس بدل ما دخل على كونفاليسنت فيز وخف, لا ده بقى عنده كواجيلوباثي, وبعدها باسبوع او 4 اسابيع او 12 اسبوع هايبر اكيوت اكيوت سب اكيوت ديفلوبد هيباتيك انكفالوباثي. وكلمنا ان ذا فاستر ذا هيباتيك انكفالوباثي ديفلوبس ذا مور ذا كواجيلوباثي ذا ليس ذا جوندس ذا بيتر ذا بروجنوز. اتكلمنا عن الاسباب والاسباب هنا بتختلف عن هنا, واتكلمنا عن المانجمنت والانفستيجيشنز. طيب احنا اتكلمنا عن السيروزس وقلنا ان السيروزس اسيمتوماتيك لو كان دي لو كان تشايلد اي او كومبنسيتد, وهيكون عنده شويه سيمتومز لو كان دي كومبنسيتد تشايلد بي او سي. وقلنا ان كل السيمتومز مش موجوده في نفس الوقت, مش شرط ان اللي عنده جوندس عنده سبلينوميجالي وعنده بورتر هايبرتنشن وكل حاجه. اي واحد عنده سيروزس لما بيجي لك لازم تسال نفسك عنده ايه من الخمسه تمام. عنده فاريسز ولا لا؟ عنده جوندس ولا لا؟ عنده أسايتس ولا لا؟ عنده هيباتيك انكفالوباثي ولا لا؟ عنده اتش سي سي ولا لا؟ دول اهم كومبليكيشنز لازم تسال عليهم. احنا اتكلمنا عن الجوندس هنتكلم عليها ان شاء الله, والأسايتس هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. اتكلمنا عن الهيباتيك انكفالوباثي خلاص. هنروح دلوقتي على تاني اهم كومبليكيشن عندنا واللي هي ال HCC تمام. اوكي الهيباتوسيلولار كارسينوما. الهيباتوسيلولار كارسينوما كان اكر اون توب اوف سيروزس, او حد عنده كرونيك هيباتايتس بي بس من غير سيروزس, او الكوهوليك. ايه ريسك فاكتورز؟ احنا كده بنتكلم عن ريسك فاكتورز. واحد الكوهوليك, واحد عنده يعني تسمم او توكسي جوت توكسيفايد او بويزن بالافلاتوكسين, هيباتوكارسينوجينيك دراجز زي الستيرويدز والاو سي بيز اللي هي اورال كونتراسيبتيف بيلز, واحد عنده هيباتيك ادينوما, سموكينج, اوبيسيتي اند دايابيتس ميليس. دي الريسك فاكتورز لواحد انه يديفلوب هيباتوسيلولار كارسينوما. فمهم انك تعرف ان انت لو ما عندكش سيروزز مش 100% مش هيجي لك اتش سي سي. يو ستيل كان جيت ان اتش سي سي, بعد شر علينا كلنا يا رب, لو كان عندنا other risk factors دول. اهمها ان واحد عنده chronic hepatitis B وما عندوش cirrhosis. ده لان الهيباتيتس B الفيروس عبارة عن is partially اسمها كان ايه مش فاكرة بصراحة, بس هو الفيروس الهيباتيتس فيروس الوحيد ال DNA ما في DNA ما فيهوش RNA, والDNA بتاعه كان incorporated in our cells. فأي حاجة بتحشر مناخيرها في الدي ان ايه بتاعنا اكيد اكيد ممكن تتجنن وتغير الدي ان ايه بتاعنا وتحوله لكانسر, مش لازم سيروسس خلاص. اوكي احنا قلنا ان لما يجي لك البيشنت بتسال نفسك 5 اسئله. هو دلوقتي سيروتك, هل هو كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد؟ وعرفنا بنعرف ازاي كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد من التشايلد سكور. فبتعمل هتطلب منه بيليروبين, تطلب منه بروترومبين, هتطلب منه البومين, هتشوف عنده هيباتيك انكفالوباثي ولا لا, وهتشوف عنده اسايتس ولا لا. بعد ما كل بتقولك انت التشخيص بتاعك بيكون ايه؟ provisional diagnosis is cirrhosis due to virus C, او مثلا هتقول decompensated cirrhosis due to virus C complicated by ascites ولا لا, varices ولا لا, HCC ولا لا, jaundice ولا لا, hepatic encephalopathy ولا لا. عشان كده سألت نفسك الخمس اسئلة دول. في اسئلة بتتجاوب مع lab examination, واسئلة لازم clinical examination تمام. فاحنا بنجاوب دلوقتي على السؤال بتاع ال HCC, عنده HCC ولا لا تمام. ال HCC طبعا هو كارسينوما اوف ذا ليفر. مش كل الليفر يعني, واحد عنده سيروزس او ايا كان, مش كل الليفر هتلاقيه هيباتوسيلولار كارسينوما. هو نوديول بتظهر في الليفر. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها؟ اوكي ات از وان اوف ذا 7 كلينيكال بيكتشرز. اول حاجه انه ممكن يكون اسيمتوماتيك, يعني عادي عنده اتش سي سي زي اي كانسر في الدنيا, بدا يطلع واول ما طلع ما مش باين. طب ده هنكتشفه ازاي؟ بالالترا ساوند. عشان كده مهم ان البني ادم اللي عنده سيروزز بالذات يعمل سكريننج كل 6 شهور على الالترا ساوند. مهم جدا ان في الالترا ساوند الدكتور يكون كاتب يعني سكريننج اوف سيروتيك ليفر فور نودولار ليجنز ذات مايت بي سسبكتد اتش سي سي.
يعني ما تبعتش البيشنت للالترا للراديولوجيست وتقول له ده اعمله سونار، هيبص على الليفر عادي تمام، لكن لازم تكون طالب منه ان هو يتدور على الاتش سي سي ويطمن. عشان كده بنعمل في الاسيمتوماتيك. تاني حاجه ممكن يكون كونستيتيوشن مانيفيستاشن زي اي كانسر في الدنيا. اي كانسر في الدنيا بيعمل ايه؟ انوركسيا، ويت لوس، فيفر، نايت سويتس. بس الدكتور هنا كان في دكتور اكد ان ده فيري رير، فيري رير ان واحد عنده اتش سي جينا بكونستيتيوشن مانيفيستاشنز، الا لو كان بقى يعني اتش سي كده ايه يعني تملى عين القمر. فلو هي مكات صغيره مش هتعمل كونستيتيوشن مانيفيستاشنز غالبا. رقم 3 بقى انه يحصل حاجه اسمها سادن دي كومبنسيشن، يعني انت بقالك فتره عمال تعمل تحاليل وواحد عنده سيروزز وكل وزي الفل، فجاه دخل منك في اسايتس، النهارده كان كويس، يومين ثلاثة أربعة أسبوع دخل في أسايتس، اللي هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي جد جديد عليه؟ القلب من زي ما هو، البورتال هايبرتنشن مش زايدة مثلا، يعني ما عندوش فاريسس، ما عندوش أي ساينس تنديكيت إن أوكي إيه اللي حصل للأسايتس دي. فسادن دي كومبنسيشن زي رابيدلي ديفلوبينج أسايتس، على فكرة في 4 other 3 other reasons for rapidly developing أسايتس إن شاء الله نقولهم بكرة. تمام. فرابيدلي ديفلوبينج أسايتس is one of the causes، أو أي واحد حصله sudden decompensation تحول من child A لchild C في وقت قصير، جاله جوندس، والجوندس هنا ممكن يكون سببها إما biliary system infiltration تمام، إن ال HCC قفلت على biliary system، أو حصل hepatic dysfunction، يعني ال HCC كانت كتيرة جدا لدرجة إن الليفر سيلز الموجودة مش كفاية إنها تحول البليروبين اللي conjugated بليروبين وتسكريتد، او ميتاستاسيس. احنا عارفين ان اي كانسر بيعمل ميتاستاسيس، فلو حصل ميتاستاسيس للليمف نودز اللي في البورتا هيباتس هيحصل اوبستراكتيف جوندس طبعا. تمام. رقم 5 رابتشر. اي كانسر في الدنيا بما انه عنده انجيوجينيسيس عشان يسبلاي السيلز بتاعته، وطبعا البلود فيسلز هنا مش بتبقى متكونه حاجه متبقاش حاجه محترمه يعني وعليها القيمه، فبالتالي ممكن يحصل رابتشر بسهوله. هنا البيشنت هيبريزنت باكيوت ابدومين، يعني زي ما يكون حصل، زي ما يكون عنده ابنديسايتس مثلا، او زي ما يكون عنده بريتونايتس، او زي ما يكون عنده بيرفوريتد بيبتيك ألسر. نفس البريزنتيشن اللي بيبقى هناك هو نفسه هنا. بريزنتس ممكن يجي لنا بميتاستاسيس، وعرفنا ان اللونج هي الموست كومن، ممكن يروح للبون فيعمل باثولوجيكال فراكتشر، وزي ما لسه قايلين لللمف نودز في البورتا هيباتس فيعمل اوبستراكتيف جوندس. ايه تاني؟ رقم 7 طبعا بارانيوبلاستيك سيندروم. احنا عارفين ان اي كانسر في الدنيا ممكن يجنن في مخه ويطلع لنا شوية هرمونز او ميدياتورز او اي حاجة، ويلا نقلد الأورجان اللي جنبنا ونعمل نفس الفانكشن بتاعته. البارانيوبلاستيك سيندروم هنا بالاخص هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى فيه جاينيكوماستيا، هيبقى فيه هايبوكالسيميا، هايبوجلايسيميا، فيفر اند بوليسايسيميا. عشان كده one of the causes of polycythemia يعني is HCC اللي هي البوليسايسيميا. اوكي دي الكلينيكال بيكتشر في واحد عنده اتش سي سي. طيب انا واحد عنده سيروزز هعمله سكريننج، هل بس الناس اللي عندها سيروزز هعمل لها سكريننج فور اتش سي سي؟ لا، هو تو سكرين اي واحد عنده سيروزز، واي واحد اللي عنده كرونيك هيباتايتس بي قلنا حتى لو ما كانش سيروتك، حد عنده هيموكروماتوزس برضو ومش سيروتك، واحد عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف اتش سي سي، يعني هو في العيله الاتش سي سي بيجي. ما ننساش يا جماعه ان الاتش سي سي ده كانسر زي اي كانسر، واي كانسر مش لازم يكون توب اوف، يعني اي كانسر في الدنيا اسبابه يا اما كرونيك انفلاميشن، يا اما مثلا بناين تيومر وتحول لكانسر، يا اما جينز او هو نصيبه كده. فما ننساش انه في ناس نصيبها كده. فلو هو عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف اتش سي سي يبقى ممكن يكون الموضوع ده هيريديتري عنده، فنعمله سكريننج الانابوليك ستيرويدز، لان الستيرويدز دي كارسينوجينيك، يعني هي ذات نفسها كده بتدخل على الدي ان ايه تقول له صباح الفل يا باشا خلينا نعمل كانسر النهارده. والسيفير ناش اللي هي النون الكوليك ستيت هيباتايتس او الفاتي ليفر، دول الانديكيشنز اوف سكريننج. فمش شرط ان واحد عنده سيروزس. دي انا جايباها من فين؟ هي مش في الكتاب بس اتشرحت لنا في زوم ميتنج، وبصراحه كانت جميله جدا فحبيت احطها. طيب السكريننج بيكون ازاي بقى؟ باي التراساوند افري 6 مانث والفا فيتو بروتين، يعني كل 6 شهور زي ما قلنا بنبعت البني ادم عند الراديولوجيست نقول له الترا ساوند فور سيروتيك ليفر تو سيرش فور سسبيشس نوديولز اوف اس سي، ولازم تقول نوديولز ندور على مش اعمل له سونار وخلاص. ايه الدايجنوسيس هنا؟ مهم جدا انت تعرف ان الاتش سي سي اللاب انفستيجيشنز مش تفرق معاك قوي، اصل هو كان عنده سيروزس مثلا فهتعمل بليروبين هيقول لك ايه يعني، الا لو بقى حصل جوندس فجاه ولقيت البليروبين عالي، بس كده كده هيبان عليه.
لكن ما تتوقعش ان فجأة الانزيمز هتتلولب وتقل او تزيد، او الالكالين فوسفاتيز هيقل او يزيد، او البروثرومبين هيروح في داهية. مفيش حاجة اصل ايه الجديد، هو كان عنده سيروزس وفجأة جاله نوديول، خصوصا لو كان في الاسيمتوماتيك فيز، او لو كان في ال constitutional manifestations مثلا، تمام، او كان ruptured، فكل ده كان present من غير اي سبب. لكن لو كان فجأة بقى دي compensated او فجأة develop jaundice، فده بيحسسك ان اوكي في حصل مشكلة ايه اللي، وتفضل تبدأ تسأل نفسك اسئلة ايه اللي دخل patient في دي compensation فجأة مع انه كان كويس امبارح او كان كويس من اسبوع، وتبدأ تفكر في انه HCC، فتبتدي تعمل له ultrasound فتعرف. تمام، يبقى اللابز كليفر فانكشنز والحوارات دي مش مهمة قوي، اهم حاجه عندك ان انت او حتى التيومر ماركرز، الالفا فيتو بروتين لو كان اكتر من 200 جرام بير مليليتر كويس يعني، بس لا ينفي ولا لا بيثبت نوت سبيسيفيك ولا سنسيتيف. يعني ايه نوت سبيسيفيك؟ يعني اتس نوت اونلي ريليزد باي هيباتوسيلولار كارسينوما، اذر تيومرز كان ريليز ات، تمام، خصوصا لو كانت ست حامل. اي من اهم الحاجات اللي بتعمل ريليز الالفا فيتو بروتين نيورال تيوب ديفكتس، يعني البرين بتاع البيبي وهو بيتكون لو ما اتقفلش على نفسه كويس بيعمل ريليز الالفا فيتو بروتين. فلو هي كانت حامل ده انت ممكن تشك اكتر في ان هي عندها البيبي ده، نعمل له هو نعمل البيبي الترا ساوند مش للست اساسا. تاني حاجه، مش سنسيتيف، يعني مش كل الاتش سي اتخلق على وجه الدنيا هيعمل ريليز الالفا فيتو بروتين، فممكن يكون قاعد وساكت والله ومش عامل ريليز اساسا. في برضو الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، لان اي كانسر في الدنيا يلا عايز يعمل لنفسه دم فبيعمل نفسه بلاد فيسلز. في الديس اسمها ايه، كاربوكسي بروثرومبين، دي برضو one of the tumor markers بس برضو not specific. انا قلت هنا في اللابس to know the etiology، ده طبعا لو ما كانش هو already cirrhotic وعنده hepatitis B واحنا عارفينه، لو احنا ما كناش عارفينه واخ كده ظهر لنا فجأة وجاله مثلا جالنا ما شاء الله براكتشرد acute abdomen وبنعمل investigations والتراساوند ونكتشف ان عنده فجأة HCC، فبنبقى عايزين نعرف هو كان عنده ايه بقى عشان نشوف ماله. اوكي، اهم حاجه بقى هي الايمجينج بصراحه، يعني كل الليله اللي انا بقولها دي اصلا هي الايمجينج. الالترا ساوند فور سكريمينج، تمام، لكن تو كونفيرم بنكونفيرم ازاي؟ بدايناميك ام ار اي او تراي فيزيك سي تي او كونتراست انهانسد ام ار اي. بنشوف ايه؟ بنشوف ايه اللي انهانسمنت ان ارتيريال فيز وايه اللي ووش اوت ان فينوس فيز. كلام مكلكع انا ما كنتش بفهمه بس هنحاول نشرحه بطريقه بسيطه. ده الليفر، تمام، ده ال HCC. في هنا في ثانيه واحده، اوكي، هنا في blood vessels، تمام، blood vessels. هنا بقى في ايه؟ blood vessels كتير قوي بالنسبه لحجم الليبر. فتخيل معايا ان انت حطيت كونتراست، الكونتراست ده اول ما دخل هيدخل فين؟ في الاورطه، وطالما راح من الاورطه هيروح فين؟ على الهيباتيك ارتري. فهتلاقي هنا ايه، هنبص على هنلاقي الليفر نور هنا ونور هنا، وكل حتت في الليفر فيها بلود فيسلز هتنور. هنلاقي ان الحته دي نورت اكتر بكتير عن بقيه الليفر. ليه؟ لان اي كانسر بيحب البلود فيسلز زي يعني بيحب يعمل بلود فيسلز كتير قوي عشان احنا عمالين نكتر. يعني تخيل كده ناس اب وام عندهم ولدين فمش هيجيبوا اكل كتير، لكن اب وام عندهم 12 عيل عايزين حرفيا كميه اكل كتير، فنفس الفكره. فدي اسمها اللي او ارتيريال انهانسمنت. ايه اللي ارتيريال انهانسمنت؟ ان انت هتلاقي في الارتيريال فيز الليفر كله نور، بس هتلاقي الحته دي بالذات نورت. تمام. طيب هنشرح بقى ايه اللي بعدها. انا بكره الشيء اللي بيستمر ده، مهم مش مشكله خليه. طيب عندنا ليفر تاني، تمام، ودي نفس ال HCC خلاص، وعندنا اهو بلاد فيسلز هنا بورتال فين بقى ساينوسويد. طيب في الفينوس فيز بقى، دول ساينوسويدز يا شباب. اوكي، في الفينوس فيز ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ البلود عدى من الهيباتيك ارتري راح للليفر سيلز، وبعد كده زي اي هيروح في ساينوسويدز، وبعد كده هيروح البورتال فين، صح؟ فدلوقتي انت في الفينوس فيز هتلاقي ايه؟ الدم مشي هنا ومشي هنا، مش هتلاقي دم هنا خالص، مش هتلاقوا الحته دي منوره. يعني انا حتى مش رسماها، مفيش هنا ازرق، مفيش هنا ازرق خالص في الحته دي. ليه؟ لان الكانسر مش عايز فينوس سيركوليشن، او مش هيكتر الفينوس سيركوليشن بتاعه، ده عايز ارتيريال سبلاي.
فهتلاقي زي ما يكون حصل early wash out في الفينوس فيس، زي ما تكون انت حاولت تصور الليفر بسرعة بس ما لحقتش تصور الحتة دي، لما تكون ايه قفشت الليفر والدم ماشي في بقية الليفر ومش ماشي في ال HCC، عشان كده اسمها early venous early wash out in venous phase و early arterial enhancement. خلاص هي دي الفكرة بتاعت ال triphysics CT و it is very very diagnostic. الكتاب عندنا كاتب ايه بقى، ان لو كانت النوديول دي اقل اكتر من 2 سنتيمتر يبقى one imaging modality is enough، يعني اما triphysics CT يا اما dynamic MRI كفاية، اما contrast enhanced MRI كفاية. لو كان 2 imaging modalities، لو كان 1 to 2 سنتيمتر اقل من 2 سنتيمتر يعني 2 imaging modalities is important. انا جايبه الكلام ده من كتاب وعشان ما بقاش نسيت حاجه من الكتاب، لكن انا يعني مش فاكره اذا كان حد في الزوم شرحها ولا لا. طيب احنا كده اتكلمنا عن ايه، تن 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 فاضل اوكي البايوبسي بقى. احنا طبعا عارفين ان اي كانسر في الدنيا to be diagnosed the gold standard مين البايوبسي، لكن هل هنا جولد ستاندرد يعني ايه؟ ده الحاجه الوحيده اللي هتاكد لك ايوه انا اف سي سي، يعني زي البطاقه. يعني انت ممكن مثلا تشوف واحد صاحبك في الشارع تعرفه من وشه من قفاه من ظهره من لبسه، ايه اللي ياكد لك ان هو هو سعيد صاحبك؟ البطاقه بتاعته. تمام، فالبايوبسي هي البطاقه 100% هتقول لك ايوه انا كانسر الفلاني، لكن مش شرط. و اتس نوت كونترا انديكيتد في الاف سي سي بس ات از نوت بريفيرد. ايه الانديكيشنز ان انت تعمل بايوبسي لواحد عنده اتش سي سي، ودي برضو اتقالت لنا في الزوم فانا عشان كده بوصلها لكم، ان الايمجينج يكون اكويفوكال، يعني تراي فيزيكس تي ما ادكش عقاد نافع، لا حسيت منه ان لا مفيش اتش سي سي ولا حسيت منه ان في اتش سي سي، انت مش عارف. طبعا دي بقى ليها كرايتيريا الراديولوجيست عارفينها، يعني محدش يقول لي يعني ايه اكويفوكال، ما الله اعلم. سسبكتد اتش سي سي اون توب اوف نون سيروتيك ليفر، يعني واحد عنده هيباتيتس بي وانا شاكة ان هو غالبا عنده اتش سي سي بس انا مش متأكدة، برضو بسبب ان الايميجين كان اكويفوكال فممكن اعمله بايوبسي. واحد عنده سمول هايبوفاسكولار اتش سي سي، فاكرة جدا كلمة الدكتور ساعتها قال لنا ان السمول هايبوفاسكولار اتش سي سي ممكن ما يديناش البيكتشر اللي انا لسه قالها early enhancement in arterial phase و early wash out in venous phase، ممكن ما يعملناش الصورة الحلوة اللي احنا لسه رسمينها من شوية دي. or liver metastasis suspicion، يعني انت شاكك ان الليفر ده فيه metastasis من شيء تاني، فاكيد دي بقى مش سحر، هو هتحط ايدك على الليفر هيقول النوديول هتقوم قايله لك انا جايه من سكن ميلانوما، فانت دي اكيد لازم تعمل لها بايوبسي عشان تعرف هي جايه منين، ويمكن ده يكون اصلا يعني السبب ان انت تكتشف الميلانوما اللي عند البني ادم ده. دي الفور انديكيشنز اوف بايوبسي و اتس نوت بريفيرد، يعني انت وانس انت عملت للبني ادم ده الترا ساوند لقيت عنده نوديول، عملت له تراي فيزيكس تي وديناميك مراي لقيت عنده الحاجتين اللي انا قلت عليهم دول، خلاص امشي يا باشا وابتدي وكده شخصته اتش سي سي. نعالجه ازاي بقى؟ نعالجه ازاي بقى عباره عن الستيجز. احنا عندنا كام ستيج؟ ستيج 5 0 اي بي سي. الستيجنج المهم ان احنا نعرف ان من ستيج اي ستيج 0 و اي ستيج اي وبي وسي الاثنين الثلاثه كلهم يا تشايلد اي يا تشايلد بي، يعني كومبنسيتد قوي هي كومبنسيتد يا دي كومبنسيتد سيكا تشايلد دي ستيج دي تشايلد سي، يعني دي كومبنسيتد على الاخر. اوكي ستيج 0 ده تشايلد اي يعني كومبنسيتد حلو جدا. بعد كده عندنا البي اس سكور اللي هي بيرفورمانس ستاتس، كل ما كانت 0 كل ما البني ادم كده جميل وبيتنطط، كل ما كانت اكتر كل ما كان البني ادم ده يعني مثلا في البي اس 2 هنا اكتر من 2 ده كده حزين وتعبان ومش قادر يتنطط. خلاص يبقى اهم حاجتين تشايلد وبعد كده بيرفورمانس ستاتس. دلوقتي بقى النوديول ده اخبارها ايه، يعني انت لقيت النوديول في ستيج 0 A وستيج A وستيج B عاملين ازاي. في ستيج 0 عندك 1 ليجن يعني نوديوليه واحده اتش سي سي هي واحده حجمها اقل من 2 سنتي. في ستيج A لقيت يا اما واحده برضو وحجمها اقل من 5 سنتي يا اما ثلاثه كل واحده اقل من 3 سنتي. ستيج B هتعجز اللي في ستيج A بالظبط، يعني احنا هنا 1 ليجن اقل من 5 يبقى هنا 1 ليجن اكتر من 5، هنا 3 ليجن اقل من 3 يبقى هنا 3 ليجن اكتر من 3، خلاص هنعكس. بس ستيج سي بقى لا ده احنا عد مهما تعد، عارف حتى ان شاء الله لو عندك 1 ليجن 2 سنتيمتر يعني ده مش هيحصل، بس طالما عندك فاسكولار انفيجن يعني دخلت هبقت على البورتال فين كده وراحت قتلاه كده بقى في ميتاستاسيس يا باشا، يعني بدانا ندخل في ميتاستاسيس او بقى صعب اصلا ان انت تتعامل معاها، لان التريتمنت هنا انت قادر تتحكم في الشيء، هنا انت مش قادر تتحكم قوي. ستيج دي اسمها بالياتيف يعني اسمها تيرمينال ستيج،
لان حصل ديستنت ميتاستاسيس يعني اوكي حتى لو عالجتها وبعدين بني ادم ده لا تامل ان هو هيكمل معاك فتره طويله لان الديزيز بقى راح لكل الجسم. طيب ستيج زيرو ما ننساش ان اسمها فيري ايرلي ستيج عشان في التريتمنت المكتوبه في الكتاب عندنا مكتوب فيري ايرلي وايرلي، فانت لو مش عارف يعني ايه ايرلي وفيري ايرلي هتبقى بتقولها وخلاص ومش فاهم هو يقصد ستيج زيرو ستيج ايه. دي اسمها ستيج بي انترميديت ستيج، ستيج سي ادفانس ستيج، ودي تيرمينال ستيج اللي هو زي واحد عنده تيرمينال كانسر مش تقدر تعمله معاه حاجات كتير. ايه بقى التريتمنت اللي عندنا او ايه تريتمنت موداليتيز؟ التريتمنت في ستيج زيرو او ستيج اي مع بعض يا اما ريسكشن يا اما ترانسبلانت يا اما راديو فريكوانسي ابليشن. هتلاقي الكتاب كاتب لك ايه، ان الريسكشن لازم يكون في الايرلي والفيري ايرلي ستيج تمام، وان لازم يكون البني ادم تشايلد ايه. طب ايوه ما ايه الجديد، ما هو هنا ستيج زيرو هي تشايلد ايه طبعا، لكن ستيج اي في تشايلد ايه وبي، فاخد بالك ان البورتال هايبرتنشن تكون اقل من 10 ملي اس جي فدي مهمه يا شباب اوكي، وان يكون الليفر فانكشنز بتاعته حلوه. فهو غالبا لو ستيج اي اساسا تبقى الليفر فانكشنز بتاعته زي الفل. ريسكشن فيلز يعني انت ما عرفتش تشيل الاس سي هي بعينها تمام، مش قادر تتخلص منها هي لوحدها لاسباب كتيره، ما عرفتش تشيلها، حصل ايا كان، مش الحاجات دي مش موجوده فما تقدرش تعمل، فممكن تعمل ليفر ترانسبلانتيشن. المهم برضو هتلاقي كده بقى يقول لك ايه بقى، ان في ليفر ترانسبلانتيشن اهم حاجه ما يكونش في فاسكولار انفيجن. ايوه ايه الجديد، ما ستيج ايه وزيرو ما فيهاش فاسكولار انفيجن، اهم حاجه ان الليجن تكون على الاقل واحده اقل من 5 وثلاثه اقل من 3. ايوه ما ستيج ايه وزيرو ما هما فيهم كده، فايه الجديد يا حاج؟ خلاص يبقى احنا عارفين كده. ترانسبلانت فيلز يعني بني ادم ده عنده كونترا انديكيشن ترانسبلانتيشن، ابسط حاجه ما لقاش حد يعمل له ترانسبلانتيشن اساسا. او والريسكشن خلي بالك ان انت ماشي التيومر موجود في حته قريبه جدا من شيء اخر، فانت لو عملت له ريسكشن يو ريسك تو انجر اذر ثينج. عندك بقى راديو فريكوانسي ابليشن، يعني انت هتدخل نيدل بالالترا ساوند على الاتش سي سي، النيدل دي هتحقن في الاتش سي بقى، يا اما تحرقها يا اما تجمدها كرايوثيرابي يعني تحرقها بالهيت هيتنج يعني او تمام. وعندك مايكروويفز وراديو وايثانول تمام اوكي. ده ستيج 0 ايه، ستيج بي وسي بقى مع بعض بالتيس او سورافينيب اللي هي نكسافور. التيس اللي هي ترانس ارتيريال كيمو امبولايزيشن، زي ما بتعمل في الانجيوغرافي، عارف الانجيوغرافي لما كنا بندخل في الفاسكولار سيرجي ندخل انجيوجرام ونحقن كاثيتر وبالكاثيتر نمشي لحد الحته اللي مزعلانه ونعمل فيها ستنت. فانت تقدر تدخل سيمبلي في الارتري اللي سبلاي الاتش سي سي، لان احنا عارفين الاتش سي سي هيعمل بلاد فيسلز من فين، هيزرعها يعني ما هياخدها من هيباتيك ارتري جنبه، هتدخل في الهيباتيك ارتري اللي عليه العين وتدخل بالذات في الاتش سي سي وتقوم حائن كيموثيرابي وتحط وراها امبولوس. الامبولوس دي منها انها هتمنع الباك فلو اوف كيموثيرابي انتو ذا سيستميك سيركيليشن، وهتكتم نفس الارتري خالص اللي بيسبلاي الاتش سي سي توديه في داهيه. او السورافينيب، السورافينيب او النكسافور ده انتي انجيوجينيك دروك، احنا عارفين ان اي تيومر بيحب يعمل بلود فيسلز، فبما انه يعمل بلود فيسلز احنا هنمنع البلود فيسلز دي انها تتكون، هنمنع الفاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور. بس من الاخر كده الدكتور قال لنا برضو ان اهم موست كومن سايد افكتس دايريا، وان طبعا دول بقى نوت كيوريتيف، يعني هنا البني ادم كيورد هنا البني ادم مش كيورد، احنا هنا كده يعني ايه بنحسن له حالته شويه. لو حصل ديستنت ميتاستاسيس بتعمل باليتيف تريتمنت، يعني مفيش داعي تسيب الكانسر، سيبها لو هي ما كانتش مزعله سيبها، ما كانتش عامله مشكله سيبها. اللي عنده اسايتس عالجه، عنده جوندس عالجها، حاول تقلل الجوندس، حاول مثلا لو مثلا عنده تيومر في البورتا هيباتس ماشي شيلها عشان ايه الجوندس حرام، لكن ما تحاولش ان انت تقيم فور كيور هنا خالص تمام. وما تزعجش وتعمل سيرجري كبيره فور ا بيشنت كده كده عنده ديستنت ميتاستاسيس هتقضي عليه حتى لو انت شلت الاتش سي سي، سيبه في حاله خليه يعيش اللي فاضل من عمره كويس. في جملة لطيفة جدا دكتور المطري كان بيقولها، let the patient die in peace not in pieces، بحبها جدا. اوكي احنا كده اتكلمنا على HCC، اتكلمنا على hepatic encephalopathic complication، فاضل لنا الفاريسس، فاضل لنا الاسايتس، فاضل لنا الجوندس. هنتكلم دلوقتي عن الفاريسس. احنا اتكلمنا وقلنا من شوية ان سبب portal hypertension ايه، ان البني ادم ده عنده increased vascular resistance بسبب increased vasoconstrictors في الليفر، وعنده increase في splanking vasodilatation بسبب increased nitric oxide في البريفري. فزي ما تقول كده الدم كله عليه، يعني لا عارف يتحرك وكله جاي، المرور واقف بس العربيات مش بتقف عمالة تيجي برضه، فبيحصل ايه portal hypertension.
يعني الهيباتيك بريشر فينس جريدينت بيكون اكتر من 5، اللي هو الفرق ما بين البورتال فينس بريشر والهيباتيك فينس. يعني انت لو رحت كده قست البريشر في البورتال فين كانت كام وقستها في الهيباتيك فينس كانت كام، هتلاقي الفرق ما بين الاثنين اكتر من 5، وده معناها كده ان في بورتال هايبرتنشن. بس امتى الكومبليكيشنز تظهر؟ يعني ايه كومبليكيشن؟ يعني هو عنده بورتال هايبرتنشن لكن ما عندوش فاريسز، ما عندوش سبلينوميجالي، ما عندوش بورتو سيستميك شنت، ما عندوش اي حاجه خالص تزعلنا، ما عندوش اسايتس. امتى كل ده يبتدي يظهر؟ اكتر من 10، لو ال HPVG كان اكتر من 10 complications start، يعني يبقى فيه varices، يبقى فيه bleeding، يبقى فيه ascites اساسا. خلاص اتكلمنا عن ازاي بيبقى فيه portal hypertension. اهم حاجة بقى عايزين نعرفها في ال ان احنا اتكلمنا عن السيروزس وقلنا بيحصل ازاي، وتكلمنا portal hypertension بيحصل ازاي، وده اكبر حاجة كانت مكتوبة في السيروزس. مهم نعرف بقى ان واحد عنده portal hypertension ازاي نعمله management. نسيت بس اتكلم صحيح على حاجه، الكوزز اوف بورتال هايبرتنشن مش كلها سيروز، اوكي؟ في بري ساينوسويدال وفي ساينوسويدال وفي بوست ساينوسويدال. البري ساينوسويدال تمام هتكون يا اما بسبب بورتال فين يا اما بسبب بورتال تراكت. بورتال تراكت زي ايه؟ واحد عنده فيري بورتال فايبروزز اللي طول النهار بنتكلم عليها من ايام التروبيكال، يكون عنده سكيستوسوما ديزيز او عنده كونجنيتال هيباتيك هيباتيك فايبروزز. بورتال فين بقى يعني ايه؟ البورتال فين مش بقى ما عندوش سيروز ولا حاجه، بس البورتال فين مش بيعدي الدم للليفر، فبالتالي الدم كله محشور في السبلانكنج اريا. يكون عنده ثرومبوزس، والثرومبوزس ده ممكن يكون بسبب هايبر كواجولابل ستيت تمام، يعني عنده ثرومبوفيليا، عنده ديزيز بيزود الكواجوليشن فاكتورز او ديزيز بيقلل انتي كواجولانتس، عنده بوليسيسيميا روبرا فيرا او اذر مايلو بروليفيريتيف ديس اوردرز زي مثلا المايلو فايبروزس، عنده انتي فوسفوليبيد سيندروم اللي هو بتاع اللوبس، عنده بورتال فين اتريزيا تمام. كان بس كده تقريبا، بس تقريبا نسيت حاجه اللي هي لو بني ادم كان، لو بني ادم عنده انفكشن في الابدومين، وطبعا الابدومين بتصب في البورتال فين، فالانفكشن هتروح على البورتال فين وتعمل ثرومبوفليبايتس تقفل الفين خالص. ده البري ساينوسويدال كوز. السايدوسويدال كوز يعني الساينوسويدز اتخنقت بسبب ايه؟ سيروزس. ازاي؟ الفايبروزز اللي اتكون ما اتكونش في المكان الصح. احنا قلنا نرجع تاني ان حصل الشقه كلها اتدمرت والحيطان اتدمرت، فانت ما رجعت البيت ما لقيتش باوندريز لاوضتك، فاخدت اي حته وقعدت فيها. فبما ان نفس الحوار الساينوسويدز اتخنقت من الفايبروزز اللي اتكون. ومهم جدا نعرف ان الالكوهوليك هيباتايتس كان كوز بورتال هايبرتنشن with or without cirrhosis. زي ما الكرونيك هيباتايتس بي كان كوز كان كوز هيباتوسيلر كارسينوما without cirrhosis نفس الفكرة. واهم سبب ان الالكوهوليك هيباتيتس بيزود الالكوهول ذات نفسه هو اصلا فازو دايليتر، فما اقولكش بقى على سبلانكنج فازو دايليتيشن اللي بتحصل هنا ازاي. فعشان كده حتى البني ادم اللي عنده الكوهوليك cirrhosis هيبريزنت بمانيفستيشنز اوف بورتال هايبرتنشن اكتر من مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير. يعني ايه مانيفستيشنز اوف بورتال هايبرتنشن؟ يعني هيبقى عنده فاريسز، هيبقى عنده اسايتس، هيبقى عنده سبلينوميجالي. دي المانيفستيشنز اوف بورتال هايبرتنشن. ايه المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير اللي احنا لسه قايلينها من بدري؟ في توريباتيكس وجوندس ولور ليمب ايديما وانيميا وهايبر دايناميك سيركيليشن تمام، والجاينيكوماستيا والفيمينين هير ديستريبيوشن، دول المانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير. طب ايه البوست ساينوسويدال؟ عندك على سنترال فينز، على الهيباتيك فينز، على الاي في سي. الاي في سي اللي هو انفيرير فينا كافا ويبز تمام. عندك سنترال فينز حاجه اسمها فينو اوكلوزيف ديزيز موستلي كوزد بسبب الكيموثيرابي، وعندك الهيباتيك فينز حصل فيها باتشاري سيندروم تمام. الاثنين دول برضو ممكن يتخنقوا او ما فيهمش مشكله ولا حاجه، بس عندك بقى كونجستيف هارت فيلير او كونستريكتيف بيريكاردايتس او بالمونري هايبرتنشن، ماشي السكه مفتوحه، بس زي ما تكون كده عملت اكل وجهزت الدليفري، بس اللي طلب الدليفري مش عايز ياخده، فانت مضطر ترجع بالاكل تاني على فين؟ على الليفر، وتزنق الليفر وتزنق بعد كده ايه الجي اي تي بلود. دي اسباب البورتال هايبرتنشن كلها. اللي هي بالمناسبه لما نيجي نتكلم عن الاسايتس هتلاقي الاسايتس ليه اسباب كتيره، اهمهم البورتال هايبرتنشن. فما اجي اقول لك ايه اسباب الاسايتس تقولي بورتال هايبرتنشن ديو تو كذا 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 كذا، هتلاقي بقى 500 سبب تقوله، غير بقى الاسباب يعني بورتال هايبرتنسيف كوزز ونون بورتال هايبرتنسيف كوزز تمام. اوكي ايه المانجمنت اوف فاريسز؟ البرايمري بروفيلاكسس اهم حاجه.
بصوا بقى البرايمري بروفيلاكسيس دي انا جايباها من فين بالظبط؟ الريفرنس بتاعي كان من الراوند صراحه، في دكتور شرحها بطريقه حلوه جدا فانا خدتها منه وقلت امين، وكلام الكتاب كان صعب شويه عليا فانا ذاكرتها بالطريقه دي. فلو حد خدوا مني الفكره الجنرال تمام، لو الفكره الجنرال دي مش لطيفه او مش متطابقه مع الكتاب 100% مع ان انا بصيت على الكتاب ولقيتها متطابقه شويه تمام، ف just read the book again يعني في الجزء البسيط ده to make sure ان انا ما كنتش قلت حاجة غلط او حاجة. طيب endoscopy varices، اول واحد عنده primary prophylaxis، يعني ايه primary prophylaxis؟ يعني ما عندوش varices او عنده بس ما حصلش bleeding، اهم حاجة ما حصلش bleeding. فاول حاجة احنا قلنا بكرر الكلام ده كتير، واحد عنده cirrhosis you should and it's your responsibility ان انت تعرف انها compensated ولا لأ، وcomplicated ولا لا، complicated by A HCC hepatic encephalopathy jaundice ascites and varices. يعني هو مسؤوليتك ان انت تعرف عنده ascites ولا لا عشان تعالجها، عنده تقول له يعمل التراساوند كل 6 شهور عشان يكتشف الHCC بدري، تقول له لو جالك jaundice فجأة تقول لي فاضل ايه، تعالج الhepatic encephalopathy، ومهمتك ان انت تمنع variceal bleeding تمام، وان لو في تبقى عارف وتعمل ريجولر اندوسكوبي. هو مش هيقول لك، دي مهمتك انت. عشان كده اي واحد بيجي لك بسيروسس بتعمله على طول اندوسكوبي لازم. لقيت فاريسس ولا لا؟ لقيت ما لقيناش فاريسس تمام، وده كان حظه حلو واكتشفناه بدري ولقينا ان هو سيروتك، نو فاريسس اوكي. هنسال البروفيلاكسس بقى على حسب هو تشايلد ايه ولا لا، يعني كومبنسيتد ولا دي كومبنسيت. واحنا قلنا كومبنسيتد غالبا هو تشايلد ايه، دي كومبنسيتد هو تشايلد بي او سي. وبعدين على حسب تريتد ولا لا، فعندك تشايلد ايه وتريتد، يعني هو تشايلد ايه دلوقتي وخد الدواء بتاع الفيروس سي مثلا وتعالج وزي الفل، او بطل الكحول مثلا، او اخد كورتيكوستيرويدز وخف الحمد لله وامينو سبريسنس وخف من الاوتو ايمون هيبوتايتس بتاعته، هيبقى افري 3 ييرز تمام، لانه خلاص ما بقاش عنده اكتيف ديزيز ولا اكتيف سيروزس فورميشن. تشايلد ايه بس نوت تريتد، يعني ستيل هاز ذا فيروس سي ستيل هاز ذا اوتو ايمون هيبوتايتس، تبقى افري 2 ييرز، دي كومبنسيتد افري 1 يير تمام. اوكي عملنا اندوسكوبي ولقينا فاريسس، هنسال نفسنا سؤال الفاريسس دي سمول ولا لارج. ومن شابتر او من كتاب من الليكتشر بتاعه الجي اي بليدنج في الجي اي تي راوند، كان اهم بروجنوستيك فاكتور اهم حاجه عشان نعرف الريسك اوف بليدنج كانت اربع حاجات ثلاث حاجات، الفاريسيال سايز، الريد سبوتس، والتشايلد اللي هي اسمها تشايلد باك كلاسيفيكيشن. عشان كده هنا هتبنى اذا كان هو تشايلد ايه ولا بي عشان ما نمشوروش ونعمله اندوسكوبي كل فتره على الفاضي تمام. في نفس الوقت الفاريسيال سايز والسبوتس، هنا احنا تبنى على تشايلد، هنا في فاريسس فبنعتمد على السايز وبنعرف اذا كان في ريد ساينز ولا لا تمام. نو ريد ساينز يبقى انت حر، غالبا بتمشي في بيتا بلوكر بس از يور فيرست تشويس. لو كان كونترا انديكيتد طبعا للبيتا بلوكر هتعمل اي بي ال اللي هي اسوفجيال باند ليجيشن خلاص. لو كان في ريد ساينز يعني انا يعني ايه ريد ساينز؟ يعني حاجات بتقولك ان انا خلي بالك انا هبليد بعد 5 دقايق حق، طبعا هي مش 5 دقايق بس خلي بالك انا هبليد قريب، فمش هتكتفي طبعا بالبيتا بلوكرز، ده انت هتعمل اندوسكوبيك باند ليجيشن للفاريسس دي. اوكي لو كانت لارج، في اللارج بقى بتعمل الاثنين، بتعمل بيتا بلوكرز وريجولر اندوسكوبيك باند ليجيشن. يعني هي لو كانت سمول من غير ريد ساينز انت بتمشي على بيتا بلوكرز وخلاص، وكل فتره بتعمل له اندوسكوبي عشان لو اول ما تلاقي ريد ساينز تقوم تعمل ايه اوبليتريشن للفاريسس دي تمام. لو كانت لارج في كل الاحوال دي غالبا هتبليد اكيد يعني، فمش لازم يبقى معاها ريد ساينز اساسا، اعمل لها اندوسكوبيك باند ليجيشن وخلاص. اهم حاجه نعرفها بس ان there is no role for sclerotherapy in any prophylaxis، لا في البرايمري بروفيلاكسس ولا في السكندري بروفيلاكسس، ما فيش اي بيشنت في الدنيا هتقوم عامل له ايه سكليروثيرابي. في السكندري بروفيلاكسس يعني ايه بقى سكندري بروفيلاكسس؟ يعني واحد حصل له بليدنج خلاص وعالجناه وحميناه ويلا يا حبيبي قوم كويس روح على البيت، امتى ايه الاندوسكوبي بروفيلاكسس بتاعته؟ الاول احنا يعني هو كان بيبليد النهارده واحنا عالجناه وبقاله اسبوع عندنا وتمام زي الفل وهنخرجه، هنطمن عليها تاني بعدها، هنطمن عليه تاني بعدها بيومين ثلاثه. بعد كده كل اسبوعين تمام، كل اسبوعين او اسبوع هناخده عندنا نعمل له اوبليتريشن، لان هو اكيد لسه عنده فاريسز. يعني هو النهارده هيبلد مثلا وكان عنده 10 فاريسز، اتنين منهم بيبليد اوكي، واحنا عالجناه وقفلنا التو فاريسز دول وظبطناه، التمانية التانيين ما مين هيقفلهم؟ انت.
كل اسبوع او اتنين هتقفله مثلا اتنين منهم. خلاص قفلت كل الفاريسز وعملت لهم اندوسكوبيك باند ليجيشن وقفلتهم وعملت لهم اوبليتيريشن، تبتدي بقى تشوف البيشنت ده كل 3 ل 6 شهور عشان لو في فاريسز جديده ظهرت تقفلها وهكذا. ومهم جدا انت تعمل فولو اب اندوسكوبي والا 100% البيشنت ده هيحصل له بليدنج. ايه طيب المانجمنت بقى اوف اكيوت فاريسيال بليدنج، يعني هو دلوقتي جاي عنده اكيوت فاريسيال بليدنج هنعمل له ايه؟ اول حاجه طبعا اي بيشنت بيجي لنا في شوك بتشوف الفايتال ساينز عشان تشوف هو هيمودايناميكال ستيبل ولا لا. كان اون ستيبل هتعمله ريسيستيشن، تديله اي في فلويدز، تديله انتي بايوتكس لو كان محتاج بلاد ترانسفيوجن هتديله، وهتديله الاوكتيريوتايد والتيرلي بريس. التيرلي بريس يا شباب بتديله الواحد من وانت في الامرجنسي ديبارتمنت اول ما تشك ان هو عنده اصلا فاريسيال بليدنج. يعني واحد عنده هيماتيمسيس ما اللي يضمن لي ان هو فاريسيال مش بيبتيك ألسر مثلا او انجيو ديسبليزيا او ايا كان بقى الاذر كوزز الخزعبليه اللي احنا المفروض نبقى عارفينها. طبعا هتعمله مثلا الترا ساوند، هتلاقي جوندز، هتلاقي حاجات كتير تديك. يعني انت هتعمل ريسيتيشن الاول تديله اي في فلويدز وبلاد ترانسفيوجن وكده، بعدين هتبتدي عايز تعرف ماله وبتاع. فمثلا عملت له الترا ساوند ابدومين، عملت كشفت عليه كده ببساطه لقيت عنده ليفر كبير، لقيت عنده ساينز اوف ليفر فيلير مثلا، عنده بالمر اريثيما، سبايندر انجيوباثي، فيمينين هير ديستريبيوشن، تمام. لقيته عنده اسايتس كمان مثلا، سكار اوف سبلين ريموفال، فعنده كان هايبر سبلينيزم واتشالت. كل ده بيديك فكره. فونس ان انت عندك يعني سسبشن ان بني ادم ده عنده فاريسيال بليدنج هتدي تيرلي بريزن، مش هتستنى حاجه. اوكي تيرلي بريزن على فكره بيستمر من يومين لخمس ايام، مش وانس ان انت عملت اندوسكوبي بتشيله، لا انت بتكمل فيه. تدي طبعا برضو ثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز علشان الجوردنج اجين سبونتينس بكتيريا بيريتونايتس. بعدين بتسالنا هنقف هنا وقفه بقى قبل ما نكمل هنا، هيمودايناميكلي بقى بعد كل اللي انا عملته ده هيمودايناميكلي ستيبل ولا لا؟ لسه هتوديه على ايه؟ السانجستيكن تيوب، لان انت ايه كده غالبا يعني البني ادم ده لو انت سيبته شويه هيكمل بليدنج لحد النهار، دمه هيتصفى هيموت. فانت كل اللي انت عملته عملت له ريسوسيتيشن، شكيت انه عنده فاريسز، اديته تيرلي بريسن على طول وثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز، استنيت عليه سيكا لقيته لسه مش هيمودايناميكلي ستيبل بالفايتال ساينز بتاعته، يبقى هتديله سانجستيكن تيوب لمده 24 ساعه، وبعد كده هتعمل له ايه؟ واكتب يعني الفكره بقى ان في الحته دي في عشان اكون صريحه، معظم الناس قالت في الجي اي تي راوند يعني او المتعارف عليه هناك ان ساعتها هتروح تعمله تيبس. انت بعد ما وصلت لمرحله اصلا سينج ستيكن تيوب هتعمله تيبس على طول، تمام. فانا اي ثينك ذات ذاتس ترو. يعني لو البني ادم ده كان هيمودايناميكلي ستيبل وخلاص وجاهز الاندوسكوبي، ساعتها هنروح على طول على الاندوسكوبي ونعمل اي بي ال بقى او اي سي ال. هنا الاندوسكوبيك سكليروثيرابي في رول، يعني مش شرط انت تقدر تعمله. احنا قلنا ان هو هاز نو رول لا في البرايمري ولا في السكندري بروفيلاكسس، لكن هنا عنده رول عادي، تمام. وزي ما احنا قلنا بعد ما بتعمل له اوبليتريشن بتفضل بقى تريبيت لحد ما بتعمل اوبليتريشن لكله، بعد كده كل 3 ل 6 شهور بتعمله. لو حصل فيلير اوف كنترول اوف بليدنج في اي وقت وانت بتعمل اندوسكوبي هتروح على طول على السانجستيكن تيوب برضو، تمام. او لو انت قفلت الدنيا وحصل ريبليدنج برضو روح بقى على السانجستيكن تيوب لو بعد ما عملت ريبيتيشن اوف اندوسكوبي اند ات فيلد. احنا كده خلصنا النهارده الليفر تقريبا، خلصنا اهم حاجات كلها، خلصنا الاس سي سي، خلصنا بورتال هايبرتنشن والسيروزس بكل انواعها والليفر سيل فيلير والهيباتيك انكيفالوباثي. كده بس فاضل لنا تو مين توبكس، الاسايتس والجوندس ان شاء الله الفيديو اللي جاي، وخلصنا الحمد لله. وفاضل لنا كمان الاوتو ايميون هيباتايتس ان شاء الله. شكرا ليكم، اي حد عنده اي سؤال ان شاء الله يقدر يسالني. ربنا معانا كلنا ان شاء الله.